انت يا قبل ما بدل اللايف الايفين تمام. ممكن يا علاء انت كو هوست ممكن تعمل لوكال ريكوردينج عندك في الجهاز. اوكي بلاي ستيشن. وان شاء الله يعني موفقين يا حلوين. امين. الواحد الله سعيد جدا جدا بالجهود الرهيبه والرائعه من دكتور نادر وفريق العمل مع دكتور ياسين وبروف مجاهد. زاد عرفت على ناس رائعين جدا والله. وكده الزول بيضمن ان شاء الله الفتره الجايه فحوص مجانيه ان شاء الله باذن الله. يلا يديك العافيه. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمه الله. في رعايه الله. الله يسلمك. الله يبارك فيك. ابتدي خلاص يا نون. تفضل. تفضل دكتور نادر. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن في سلسلة الباحثين السودانيين فرع علوم المختبرات الطبية بين الطموح وتحديات التنفيذ. اليوم في تجربة فريدة في الدراسات العليا في الولايات المتحدة والحصول على الرخصة الكندية لمزاولة مهنة المختبرات الطبية. نقدم لكم اليوم الأخ الفاضل الدكتور علاء الدين مساعد أحمد الزبير الحاصل على بكالوريوس مختبرات طبية 2011 وماجستير مختبرات طبية جامعة السودان 2012 ودكتوراه جامعة كولورادو دينفر 2017 والآن حاليا باحث ما بعد الدكتوراه ويعمل في جمع أينشتاين أونشتيز الطبي. فليتفضل. مشكورا. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة مرحب بالمجموعة الكريمة دكتور نادر مرحب كثير ودكتور أنوار ودكتور هبة وشكرا للمجموعة لإتاحة الفرصة لمشاركة التجربة و يعني مجهودات مقدرة جدا فإن شاء الله ربنا يجعل في ميزان حسنات الجميع ويجعل الحاجة اللي بنقدمها إن شاء الله تفيد لبعض أو للجزء الكبير من طلابنا وزملائنا كمان إن شاء الله. إن شاء الله حأبدأ معكم السيشن دي اللي هي خصوصاً التجربة التحتية في الدراسات العليا بالولايات المتحدة وحتكلم بسيط إن شاء الله عن الرخصة الكندية لمزاولة المهنة. هحاول أخلي البرزنتيشن في نقاط عشان تكون واضحة للناس هنا. إن شاء الله حنبدأ في بداية عن السكولارشيب هانتينج كيف إن الواحد يبحث عن منحة. أنا متأكد إن الزملاء قدامنا أمثال دكتور ياسين في الـ previous live يتكلموا لينا عن الحاجات دي. طيب أنا مش شايف السكرين هنا اختفت ما أعرف ليه. الحاجة الثانية هتكلم عن الفولبرايت Fulbright Journey بداية من التقديمات الحاجات دي الخطوات اللي انت تتبعها عشان تصل مرحلة إجري سوق في واحدة من الجامعات الأمريكية. كمان هتكلم إن شاء الله عن الـ Postgraduate Studies بصورة عامة في US وترخيص لمزاولة المهنة as MLT in Canada. وفي النهاية إن شاء الله نختم ببعض النصائح البسيطة ونفتح الفرصة للأسئلة اللي زملائنا يسألوني يجاوبوا إن شاء الله. طيب في حاجة مهمة يا شباب أنا عايز ديسكليمر مهم جدا إنه ما في حاجة واحدة من الماتيريال اللي هي أول حاجة حنناقشها اليوم حتضمن لك بوزيشن معين أو منحة معينة أو بتمنحك فيزا على إنك تخش كندا أو يونايتد ستيت.
ياسين لو اتكرمت ممكن تشارك الرابط من عندك، شايف بيعمل ليه. كويس، دقيقة بس، اديني دقيقة بس. واضح؟ اوكي تمام، شكرا ياسين. ايوه واضح. تمام. طيب في السلايد اللي بعديها في ديسكليمر كده عشان الناس بيطلع في كميه من اللايف و بيكون في معلومات الناس بيفتكروا انه اذا انا عملت كده وعملت كده بنهايه المرحله بتاعتي دي انا هاخد فيزا او هاخد بوزيشن او هتحصل على المنحه الفلانيه. اللي بيشاركوا يا جماعه، اللي بيشاركوه زملائكم اللي مشوا درسوا عباره عن حاجه انت بتعول عليها 100% بتعمل لك جرانت للفيزا الفلانيه. في النصيحه برضو في الاول هنا، دائما وابدا انت اذا بحثت في المواقع بنفسك، وانا بركز على بنفسك بشديد لانه تجربه لما تخوض بنفسك احسن انك كل الحاجات تبحث عنها، يعني تفتشها في المواقع، ما تخلي واحد ثاني يقوم لك بها. الناس تتجنب السكامرز والفيشنج سايتس. احيانا انت لما تيجي تبحث عن سكولرشيب ولا تكتب الحاجة الفلانية أنت تبحث عنها، بتلقى في كمية من الويب سايت فيها سكامرز بيطلبوا معلوماتك الشخصية، ودي الناس تتجنبها لأنه حتدخلهم في حتة بتاعت كمية من الجنك ميلز واتصالات ممكن ياخدوا معلومات مهمة منك، إن من حساباتك في الإيميلات بتاعتك، السوشيال ميديا، وتبقى من الحاجات دي. بعدين واحدة من الديسكليمر إنه الديسكشن بتاعنا ده يا جماعة أنا بتكلم عن تجربتي الخاصة، فأي تيبس أنا بقدمها هنا بتحكي الواقع التجربة، فما بيعني إنها هي حاجة برضو 100% إنها تديك green light for going through. فبالتالي أي misinterpretation I hold no responsibility. طيب الحاجة اللي أنا عايز أقولها إنه في كل سلايد من اللي جايات دي، لأنه حيكون متاح للجميع إن شاء الله البرزنتيشن، السلايد الجاية دي كلها هتكون العنوان اللي هتناقش فيه وحقدم المحايات اللي أنا أتكلم عنها، وحيكون في الرابط المباشر سواء كان لمنحة فول برايت الموقع الرسمي بتاعهم، سواء كان لمعلومات عن الدراسة في أمريكا، أو سواء كان معلومات عن الرخصة الكندية، أو زي ما قلت في الأول إنك أنت لو عايز تحصل على المعلومات دي أمشي مباشرة للموقع الرسمي في يعني سواء كان للفول برايت أو للCCMLS Canadian Associated Medical Laboratory Science أو في المنح بصورة عامة. طيب فإن شاء الله هنبتدي معاكم المرحلة الأولى إنه الـ scholarship hunting. طيب في مجموعة الباحثين السودانيين، مجموعة كبيرة من الدكاترة والزملاء، قمنا بتجهيز الـ Sudanese Research Scholarship Guide. فيه معلومات من بداية كيف تقدم للمنحة، كيف تكتب الموتيفيشن ليتر، كيف تبحث عنها اصلا المنحه اللي انت دايرها.
بالإضافة لإنه الـ recommendation letter كيف تخاطب الدكاترة اللي درسوك أو البروفيسورز اللي درسوك عشان يجهزوا لك recommendation letter مناسب، بالإضافة لإنه أنواع المنح ذاتها موجودة كلها بصورة عامة. فأنا شخصياً واحد من الناس اللي استفدت من مجموعة الباحثين السودانيين فائدة كبيرة جداً منها بالمناسبة، إنه أنا يعني عرفت كيف يعني خلال تواصلي مع الزملاء في المجموعة بروف سعد بدري باشمهندس قاسم كيف أخطط لإنه أنا أتحصل على منحة الفولبرايت. هذه كلهم أنا لقيتهم في مجموعة الباحثين السودانيين، فمن هنا أقدم لهم تحية ومشكورهم خالص على مجهوداتهم الثرة اللي بيقوموا بها. في حاجة مهمة جدا، الجايد حاليا لو نزلتوه أو أي واحد ممكن يحصل عليه for free هو PDF file المعلومات بالترتيب. طيب أنا عايز أحكي شنو عن تجربتي الشخصية في scholarship hunting. بداية يمكن أي واحد عايز يفتش لي منحة بيكون هو خاط في باله عايز المنحة دي ليش مثلا، أو عايز يعني عايزة ليش. فأنا نصيحتي هنا الأولانية، أنت عايز تفتش لي منحة، طيب في أنا بتكلم بوجهة خصوص في المختبرات الطبية، أنت عايز تمشي لي وين قدام؟ عايز تعمل PhD مثلا، أو عايز تعمل ماستر، أو عايز تعمل يعني أدفانس دبلومة، انت عايز اعمل الحياه دي ليه مبدئيا؟ هل انت عايز تواصل بصوره بروفيشنال ولا تمشي اكاديميك لاين؟ وفي الاكاديميك عايز تكون يعني تيتشينج بيز اكاديميا ولا ريسيرش بيز اكاديميا؟ فلازم انت تحدد المسار بتاعك وعايز تعمل فيه شيء يعني قدام. فدي كانت واحده من الحاجات المهمه جدا انه بيساعدني انا عايز اعمل شنو اللي قدام ليه، لانه بتنعكس بعدين في الابلكيشن بتاعك. أي scholarship عندها application، وبالذات مثلاً الفول برايت اللي هتكلم عنها later، الابليكيشن بتاعهم فيه كمية من الاستاذ بيطلبوا منك توضح كل النقاط اللي انت عايز تعملها لقدام. يعني بيطلبوا منك research objective، بيطلبوا منك الـ experience بتاعتك في الريسيرش او في البابلشينج او في انك تعمل حاجة. ما مهم شديد ان يكون عندك الاكسبيرينس الكبيره دي، كنا عملت ببلشينج ولا عملت ريسيرش بصوره واسعه مثلا، او يعني حاجه زي دي مبدئيا بالنسبه للتقديم الاولي. لكن الحاجات دي ليتر اون بيعتمد عليها البوزيشن اللي انت مقدم له. فلنفرض مثلا انه انا عايز أقدم لمنحة الفولبرايت بوجه الخصوص يعني. طيب في السلايد اللي بعديها بتلقوا إنه الموقع بتاعنا الرسمي هو ده اللي هو هي Department of State فولبرايت. الفولبرايت منحة prestigious مقدمها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لكل الستودنت من جميع أنحاء العالم، أو بالأصح 160 دولة من أنحاء العالم بيتنافسوا فيها قرابة 8000 سنويا. فلكن تتخيل المنافسة قد ايش انها تكون كبيرة فيها. فانت عايز يعني توري انك احق بالمنحة دي، فلازم تكتب إيسيز توضح النقاط اللي انت عايزها بصورة واضحة جدا، وتوري انت عايز تعمل شنو قدام. النقطه اللي ذكرتها في السلايد اللي فات انه بيطلبوا منك عايز تعمل شنو لقدام، وبعد ما تجي راجع لبلدك حتفيد بلدك بشنو مثلا. فدي دي 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 من الحاجات المهمه جدا. طيب منحه الفولبرايت في بداية التقديم اللي هو حالياً أعتقد إنه باقي يوم أو يومين على شهر فبراير، يوم صحيح يعني اللي هو بكرة إن شاء الله بتبدأ الموقع بتاعهم بيفتح في السودان للتقديم. فمطلوب منك شنو؟
انا متاكد لما اتكلمنا عن الـ 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 او 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 ذكرت السكولرشيبس هانتنج, انت لازم تكون مجهز ليست من الحاجات اللي مطلوبه في الابلكيشن, فبالتالي تكون مطلع سلفا على الابلكيشن ريكويرمنت, لانه داخل المنحه داخل الابلكيشن سوري بيطلبوا منك انك تجهز الكريدنشلز بتاعتك. في المرحله دي ما مطالبين معادلتها, لكن كل الشهادات بتاعتك تكون جاهزه. تجهز الريكومنديشن ليتر, ودي تكون من البروفيسور الاشرف عليك قبل كده او الدكتور الاشرف عليك, سواء كان في 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 الماجستير او يعني اذا كان انت ماشي البوست دكتورال بوزيشن في دكتوراه. بالإضافة لأنه ممكن يكون عميد في الكلية, رئيس قسم, أستاذ درسك في الجامعة, فدي كلها ممكن يتقبلوك ريكومنديشن ليتر. فدي حاجة أنا متأكد إنه كثير من الناس أوير بيها, لكن دي من ضمن مطلوبات الفولبرايت. جهزت الشهادات بتاعتك, جهزت الريكومنديشن ليترز, هما at least بيطلبوا 3 recommendation letter. كل الحياة دي توفرت عندك, بيبقى بعد كده تشوف طالبين شنو جوا في الاسئلة بتاعتهم. تخش على الموقع بتاعهم في الامبارك, بتبدأ تضمن الابليكيشن. الابليكيشن بمناسبة طويل جدا, ممكن تملى جزء منه وتوقف وتجي بعد ساعة, تجي بعد يوم, تواصل فيه ولغاية ما تخلص ممكن تخلص معك في اسبوع. لكن من خلال تجربتي انا يعني عملت كوميتمنت انه في يوم واحد لازم اخلصه, لكن قبل اليوم ده يبدا قعدت قرابه الشهر شهرين انا بجهز في الفايلات بتاعتي دي, وبشكر كل الدكاتره اللي ساعدوني في انه اللي معامل منهم ريكومنديشن ليتر, اللي اداني نصائح, يعني بروف نازك الملائكه, بروف بدر احمد محمد, من الناس اللي كان لهم دور كبير جدا في انه نصائحهم الواحد ياخذ بيها ويمشي لقدام. فما في غنى من نصايح الناس اللي بيسبقوك في أي حاجة. طيب الحاجة اللي بعديها في الفول برايت, حاجة مهمة جدا إنك تتواصل مع الجامعات الأمريكية. أنا متأكد إن الزملاء سبقوني في إنه حكوا تجاربهم عن المنح, بيشددوا على نقطة إنك تتواصل مع الجامعات سواء كان الأمريكية الأوروبية وتبع أنت الحتة اللي عايز تمشي ليها. اتواصل معهم وكون صريح معهم في كل حاجه, يعني لو عايز تسال من اقل حاجه جوا الجامعه على admission requirements الحاجات دي. طيب دي حاجه مهمه شديد, ليش؟ لانه later on في من شروط المنحه انك ذاتك لازم تستوفى requirements بتاعتهم عشان على الاقل يضمنوا لك فرصه بتاعت placement. فمثلا جامعه كولورادو البروجرامز بتاعتهم بتتطلب degrees معينه في ال English Proficiency Test, سواء كان ال IELTS, سواء كان TOEFL, سواء كان Local Exams اللي بيعملوها. فأنت لازم تشوف استعدادك لأنك تجهز للحاجة دي. عايز تقدم في جامعة الفلانية, خش على ال Admission Office بتاعهم, شوف ال Requirements بتاعتهم, هل أنت مستوفيها ولا لا. إذا ما مستوفيها قدر يشمي من الزمن عندك متاح على أنه يجهز لك لقدام, تجهز الحياة دي. طيب حاجة مهمة شديد إنه الديدلاين في أي منحة لابد إنك أنت تسبق الديدلاين بفترة يعني كافية جدا, يعني تكون مرتاح نفسيا كده من المناسب, تكون مرتاح لو عملت صميت للأبليكيشن بتاعك قبل الديدلاين بوقت كافي جدا, والمراجعة بتاعت الأبليكيشن ذاته. بالنسبة للفولبرايت شخصيا كان التقديم بينتهي في سنتنا نحن اللي هي السنة بعد دكتور ياسين طوالي, وبالمناسبة رغمين في التقديم وكنت واحد من الناس اللي استفدت من تجربته الشخصية, فليه والتحية. الديدلاين كان 15 فبراير, فكان المفترض يحصل انه قبل 15 فبراير دي تعمل سميت للابليكيشن بتاعك. طيب قبليها
انت لازم تعاين هنا كمان الجامعة داير شنو؟ انت منشن على جامعة واحدة ولا كم جامعة؟ في حاجة مهمة انا ما ذكرتها في السكولرشيب هان، جهز نفسياتك على انك يجيك كمية من الريجكشن. انا متأكد برضو كمان انه اي واحد بيحكي لكم تجاربه بيكون حصل على كمية من الريجكشن، فخلي بالك واسع لانه تستقبل كمية الريجكشن بصدر رحب. تتعلم من التجربة بتاعتك، إذا كان في أي نيجاتيفيتي أنت شفتها حاول تتجنبها مرة تانية. طيب الحاجة المهمة كمان، لما يجيك ريجكشن شوف الأسباب دي وحاول المرة اللي بعديها إنه والله يا أخي أنا المرة اللي فاتت دي ما كان البروفيشنسي تيستنج، اللانجوج بروفيشنسي تيست ما عملت فيه الحاجة الفلانية دي، فأنا عايز أعمل بروفيشنسي تيستنج يكون المرة اللي بعديها أفضل من الأول. فأنت شوف نقاط الضعف كانت وين وركز عليها. في الفول برايت بيطلبوا توفل اي بي تي ات ليست 80، ده عشان يأهلك لأنك تعمل سبميت الابلكيشن بتاعك. والاي بي تي طبعا في السودان ما في امتحان له، بيمتحنوا بيبر بيست. البيبر بيست بيطلبوا فيه 575 دي ات ليست، عشان مينيموم عشان يأهلك لأنك تقدم. لكن ده ما بيعني انك انت اذا قدمت بالسكور ده، اذا جبت المينيموم وقدمت به الجامعات ممكن تقبلك، لانه مثلا 575 ده المينيموم في انك تقدم في الفبراير. لكن لما تمشي اذا خشيت مثلا حسب تجربتي جامعه كولورادو بيقبلوا اتليست 600، بيقبلوا اي بي تي اتليست 85. فتوتالي ديبندز على الجامعة اللي أنت مقدم ليها. فركز على النقطة الثانية، الفول برايت متاحة لكل الاستيت، الجامعات كلها بالمناسبة، حتى الجامعات الخاصة فول برايت will grant you a position. برضو في حاجة مهمة جدا يا جماعة الناس تعرفها، فول برايت ما زي بقية المنح لأنها fully funded من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الحكومات بتاعت الدول ما لها أي علاقة بيها. والواحد بيحزن جدا بالمناسبة إنه في عهد العهد البائد من الكيزان إنه ضيقوا على الفول برايت بتصرفاتهم، هي بيتحكموا فيها تماما الحكومة الأمريكية وما لهم دور، لكن لأنهم هم بأساليب وأنتم كلكم عارفينها في التعليم العالي والدمار اللي عملوا فيه، كانت الفرص ضيقة جدا. يعني حتى سنايرنا في الجامعة وسنايرنا في الفول برايت ذاتهم من الناس يعني دكتور ياسين من الناس اللي مقدموا فيها، أنا متأكد إنه حكى تجربته ليها. فسنتنا كانوا 4 تقريبا اللي أخذوهم، نحن السنة اللي بعديها أخذونا 2 بس بالمناسبة، أنا ومعي باشمهندس أحمد جميل في جامعة أريزونا. فليكم منكم تتخيلوا لما تمشي هناك في الولايات المتحدة وتلاقي ناس من مختلف الدول وتسألهم يقول لك أنا فول برايتر، تسأل تاني واحد يقول لك فول برايتر. لما لقيت زملائي من دولة باكستان بيقبلوا في السنة للماستر 200 وللبي اتش دي 70، فأنت 270 ستودنت جاي من دولة واحدة مقارنة بيننا احنا 2، it's a huge number، difference كبير جدا بالمناسبة. فده كله بسبب تضييق الحكومات، زي ما قلت ان الفول برايت فولي فاندد من الديبارتمنت اوف ستيت وبيرعاها الاكستشينج بروجرام في كلتشر افيرز في الامباسيز، يو اس امباسيز اراوند ذا جلوب. فبيقدموا لك كل حاجه من التذاكر بتاعت السفر ذهاب واياب، الستايبند داخل الجامعه. انا بحاول طبعا اقول النقاط دي كلها عشان اقلل كميه الاسئله اللي ثروان بعدين ان شاء الله، عايزين الاسئله تكون سبيسيفيك في نقاط معينه. بالاضافه للبروجرام بتاعك ذاته، سواء كان انت جاي كريسيرشر، سواء كان جاي كماستر ستودنت، سواء كان بي اتش دي ستودنت، بالمناسبه الفترات اللي قدامنا قبل 2014 كان متاح البروجرام في السودان
just as visiting researcher. يعني بتجي بتقضي من 9 شهور لسنة فترة بتاعت الريسيرش في لاب في انستيتيوت وتابع من الحياة دي بتقضي الريسيرش بتاعك وبترجع. طبعا الفولبرايت مربوطة بالتو ييرز ريزيدنسي اللي هي دي الفيزا بتاعها, بترجع بلدك بتحاول تفيد بالحاجة اللي انت قدمتها. للأسف انه ما معظم الناس يعني حتى الواحد لما يرجع ويحاول يعمل ابليكيشن للحاجة اللي اتعلمها بيلقى انه ما في الفاسيلتيز اللي بتحلو انه يقدم الحاجة دي, سواء كان من ناحية اكاديمية او من ناحية practical wise في اللابس. وده اللي ضعف الامكانيات عموما لان الميزانيات المصروفة على التعليم العالي, انا مالي زي ما قلت كلام كثير بالسياسات تحت التعليم العالي, لكن الناس شايفة بيوم عينة قدر شنو انه بيتصرف داخل الجامعات على اللابس او الفاسيليتي, فده بالتالي مؤثر على البحوث وانتاجيتها ونوعها. نوع البحوث اللي انا ليترون لما اتكلم عن التجربة بتاعت الاستدي في يو اس حتفاجئوا بانه اللي بحث اللي ممكن انت تقوم به كبكالوريوس او تقوم به ماجستير, تيجي تلقى طالب يادوب متخرج من الهاي سكول ممكن يجي يشتغلوا في 3 شهور ك سمر بروجرام على اساس انه يؤهله انه يعني يستكشف بس انه عايز يقرا اي سكول او عايز يقرا اي جامعه او عايز يقرا اي كليه. فحاجه يعني very frustrated انه تلقى الجوده بتاعت البحوث تقيل, ودي دي مشكله هي ذات الناس لما تيجي تتكلم عن التقييم بتاع الجامعات, تقييم تبع البحث العلمي وتبع للمنتوج البحث بتاع اي كليه او اي جامعه او كدوله ككل, تلقى انه ضعيف, وده بالتالي اكيد حيقلل الرانك بتاعك, حيقلل مصداقيه الشهادات اللي بتطلع بانها تكون مش مصداقيه, عفوا يكون يعني التقييم بتاع الجهه اللي مقدمها. طيب ده بصوره عامه عن الفولبرايت التقديم بتاعه. بتيجي الخطوه بعد كده بتاعت القبول او بعد الابلكيشن اذا استوفيت كل الريكويرمنت بتاعتك, ودي انك يرسلوا لك خطاب القبول. خطاب جميل جدا ده, يعني اذا انت اوريدي انت مجهز نفسياتك على الريكشن الكثيره فبتكون مبسوط, يعني على انك اذا استقبلت حاجه زي دي أهلا وسهلا, إذا ما استقبلتها ليش ما قدم المرة الثانية والمرة الثالثة. بعد كده تمر بمرحلة من الانترفيو والتمحيص على أساس إنك تمشي المرحلة البعدية, سواء كان فون انترفيو سواء كان بعد كده فيديو كول انترفيو, سواء كان المرحلة الأخيرة اللي هي بتكون البانل انترفيو, ودي بتكون هولد في السفارة الأمريكية في الخرطوم. بيكون في بانل انترفيو من ألومناي سابقين فولبرايت. يعني بذكر انه شخصيا الناس اللي تخرجوا بعد كم سنة بيدعوهم انه يكونوا جزء من الانترفيوي. اول انترفيو بانل, الانترفيو بانل ممكن يكونوا فولبرايت خريجين من جامعات مختلفة في الولايات المتحدة ومن جنسيات مختلفة. يعني شخصيا بتذكر السنة اللي كنا فيها كان البانل انترفيو فيها 11, حتى ال 11 منهم واحد متخصص بس انه يعني يقرا البودي لانجوج بتاعتك, ما بيسالك اسئله, قاعد قدامك هناك مباشره بيشوف الريسبونسز بتاعتك. فدي كل واحد فيهم بيدي نقاط وبغيم الشغل بتاعك. الحاجه اللي انا عايز اقدمها انا في نصيحه هنا في الفولبرايت, كون اوثنتيك, يعني كون الشغل بتاعك ده شغلك انت, شغلك يعني اللي انت عايز تشتغله لقدام, اللي عملت ديديكيشن انك تكون شغال فيه يعني بأفضل ما عندك, أبرز أفضل ما عندك. أنا كان الشغل بتاعي بتاع الماستر مثلا قدمت بيه, اشتغلت فيه في physical cell disease في الأوميجا 3 supplements, وليتر أون كنت عايز أعرف الحاجات اللي بتحصل دي, يعني ما خليت بالمناسبة العنوان كبير كده, فلازم الواحد يمشي ديبر ويفتش.
واحدة من المتطلبات في فولبرايت إنك تكون عملت ريسيرش قبل كده. الريسيرش ده يفيدك في إنك على الأقل تتواكب مع الشغل بتاع الريسيرش داخل الولايات المتحدة. بعد الخطوة بتاعت الانترفيوز بيتم تقسيم الناس أو تقسيم الناس المرشحين لفايناليست والترنتي. فبعد كده الديبنس على إنه السنة اللي بيشيلوا فيها كم الفايناليست، بيشيلوا 4 بيشيلوا 5 بيشيلوا 8 الديبنس. في المرحلة دي برضو لابد تكون انت اوريدي تواصلت مع الجامعات، لانه لما تكون فايناليست بيرسلوا لك انك على الاقل تعمل لنا سبمشن لسبعة جامعات وثلاثه بروفيسور على انك كوندكتر ريسيرش بتاعك، انك تشتغل الريسيرش بتاعك او الديجري بتاعتك سواء كانت ماستر ولا بي اتش دي ولا اوتيرا. فمرحله التواصل دي مهمه جدا، انه الجامعه الفلانيه دي انا تواصلت مع الادميشن اوفيس وعرفت والله الريكويرمنت بتاعتهم للقبول للسنه اللي جايه. طبعا هنا بالفول وينتر سمر واتيفر الناس يمكن عارفه الحاجه دي، لكن مثلا للفول اللي هو الجاي شهر 9، الان ده شهر 2 اوريدي احنا في الوينتر. فالقبول شهر 9 حيكون المطلوبات الايلتس كده، التوفل كده، GRE كده، الحاجات دي كلها انت اوريدي مجهزه اوريدي عملت لها سبمشن لانه الابلكيشن مطلوبه منك. تواصلت مع في الجامعه مع بروفيسور بيشتغل الشغل يعني بيشتغل الشغل بتاعك او انت انترست كمان تشتغل الشغل بتاعه. المهم في الموضوع المواصله بتاعتك البروفيسور الفلاني ده لابد انك توضح له انك والله very interested في الحاجه الفلانيه دي، وانت البوتنشال بتاعتك شنو انك تقدم للريسيرش اللي حاليا شغال شنو، حضيف له شنو لللاب بتاعه. ما هم هنا الناس دي صريحين جدا، عايز زي ما انت حتستفيد هو يستفيد منك، ما عايزك تجي بس تكون عال عليه داخل اللاب ومحتاج لانه يعمل لك ريفرشر كورسز لكل الحاجات، وفي نفس الوقت انت تكون يا دوبك بتتعلم، يعني حتضطر تاخذ واحد تاني من التيم ممبرز الموجودين داخل اللاب تستفيد منه. يعني ما انا بتكلم عن حاجات اكاديميه داخل الفولبرايت في المختبرات الطبيه بمختلف التخصصات، يعني حاجه غتعني كل الميديكال بالمناسبه، ما بالضروره مختبرات طبيه او ضروره هيماتولوجي، كل الأقسام. طيب البروفيسور فلان اداك جرين لايت، اوكي دي بتكون حاجه جميله جدا انك بعدين تعمل لها اضافه في الابلكيشن بتاعك، لان لما يقول لك والله رسل لنا انت الليست بتاعتك تحت الجامعات اللي تواصلت معاهم ومستوفي لشروط القبول عندهم بالاضافه ل البروفيسورز اللي انت تواصلت معاهم وهم willing لانه accept you. الحاجة الكويسة انك اذا زيلت الابليكيشن بتاعه لأي بروفيسور وكون مختصر جدا بالمناسبة، ما تكتر كلامك كثير، والله دير بروفيسور فلان الفلاني، انا فلان الفلاني فول برايت فايناليست مثلا، كويس. والحاجة دي برضو بتنطبق بعدين later on على انك كيف تتواصل مع الـ مع 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 الأساتذة في الجامعات الأمريكية. أنا انترست في الحاجة الفلانية دي، أو أنا قريت البيبرز بتاعتك في الحاجة الفلانية دي والله وشدت انتباهي دي وأنا اشتغلت فيها، عندي خبرة بسيطة وعايز استفيد زيادة، أنا ممكن أضيف للتيم بتاعك كده بشدة. ومن النقطة دي من المناسبة أنت شوف إنهم التيم ده أنت حتضيف له شنو، وكون زي ما قلت لك قبل كون أوثنتيك في الحاجة دي. بيجي مرحلة الإجلاس في الجامعات البلاسمنت، وده بيعتمد يعني على الفند المتاحة كل سنة دي، يعني ما إشكالية، لأن أنا بعرف زملاء لقيتهم في الانريشمنت بروجرامز داخل الفولبرايت بالمناسبة كل 3 شهور أو كل 5 شهور بيكون في انريشمنت بروجرام، بيتلموا كل الفولبرايتر من أنحاء الولايات المتحدة في بروجرام لمدة 5 يوم، يعني نشاطات بعد الخبرات. قابلت زملاء
من دول مختلفة حاليا، يعني هم ستيل مواصلين في هارفارد ميديكال سكول، فما كان يعني قدموا على الهايست، على التوب ليفل، ما كان في إشكالية إنه يجلسوهم هناك، أو في جون هوبكنز، أو في برينستون، أو في whatever من الجامعات في التوب 10. فأنا بتكلم إنه إذا نشنت تارجت بتاعك خليه يكون عالي، أبدا ما إشكال. شخصيا تجربتي مع 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 جامعة كولورادو، أنا كنت منشن على هارفارد ميديكال سكول، فيها بروفيسور معين شغال الشغل اللي أنا شغاله، أو بالأصح أنا اشتغلته قبل اليوم. أفادتني بالمناسبة بيبر واحدة في بير ريفيو جورنال، عملت لها سميشن وكنت عامل فيها سايتيشن للبروفيسور دي، يعني جست بيبر، جست وان بيبر، ودي حاجة مهمة شديد بالمناسبة إنك تعمل سميت للبيبر، أتليست تكون الفيرست أوثر فيها، لقدام بتعمل لك بوينتس كبيرة جدا في 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 تقديمات كثيرة جدا. فتواصلت مع البروفيسور إيميل بيتش، إذا سمعتني في يوم ما سو ثانك يو فور إيفريثينغ. هي خريجة هارفارد ميديكال سكول، شغالة في البروجرام ده. أنا لما تواصلت معها هي كانت تحولت لجامعة كولورادو، كانت ويلكمينغ لأن الشغل هناك، فأنا ما عندي إشكالية. هحكي لكم حاجة بسيطة مناسبة بالنسبة لجامعة كولورادو دي. أنا وأخوي الصغير قاعدين، وكنت بفتش للجامعات وخدت لستة كبيرة جدا، يمكن كثير من الناس بيقول لك نحن بناخد لستة، أنا كنت أخدت لستة كبيرة جدا. جامعة كولورادو دي لو لما عملت جوجل سيرش، فتحت أنشز ميديكال كامبس اللي هو ده مجمع الطبي بتاعهم، حاجة ضخمة جدا، شلت الصورة بتاعت المجمع الطبي وخطيتها في الديسكتوب بتاعي، خطيت الصورة اللي أنا لما أفتح الكمبيوتر بتاعي كل مرة بشوفها، وقلت لأخوي الصغير في المدخل كده في 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 علامات بتاعت إضاءة يتصور المدخل بتاع الحرم، قلت لعبد الرحمن أخوي أنا المدخل ده هصور فيه يوم من الأيام إن شاء الله. وده اللي حصل، يعني بعد الحمد لله وتوفيق من ربنا في الأول وفي الآخر إنه خطيت هدف وده التارجت بتاعك. At the same time I managed my expectations later on، إذا أنا عملت كده وكده وكده وحققت ال requirements الفلاني I will reach to that goal، والحمد لله ده اللي حصل بعد فترة. فنصيحتي لك إذا أنت targeting للفول برايت، target high، فأعمل بكل جد في إنك تصل لمرحلة البليسمنت في الجامعات المعينة. الفول برايت بيتواصل إنه بيهاف مع كل جامعة ومع كل كلية ومع كل بروفيسور، بيوفروا له كل حاجة، دفعيات السمسترات، دفعيات الكتب، دفعيات اللابتوبس، دفعيات المواصلات، دفعيات السكن، ف بيغنوك من كل حاجة، أنت بس تتفرغ للبحث والشغل الأكاديمي داخل الجامعة. أعتقد إنه أضيفته مشهور كفاية على فول برايت، فنمشي للحاجة اللي بعديها. طيب البوست جراد ستاديز في US، زي ما قلت قبل شوية إنه مانج يور إكسبكتيشن. الحياة في الولايات المتحدة أو في كندا أو في غير من أمريكا الشمالية لغاية ما تكون مختلفة كبيرة من يوروب، لكن أكيد طبعا ما بتشبه إنه حياتنا إحنا. الأساليب بتاعت الدراسة، اختيارك للمواد في السمستر، الكورسات اللي انت عايزها والكورسات اللي ما عايزها، زمنك المتاح داخل اللاب، نوع الريسيرش اللي انت بتعمل له وتشغل عليه كويس. عندهم خيارات متعددة جدا انك تقوم بالحاجة دي. مثلا في كورسات فلانية إجبارية، يعني ابتداء من الكوبيشنال هيلث، انت اذا عايز تعمل اي كونداكت لاي ريسيرش فانت لازم تاخذ الكورسات دي. في كورسات لما تقول والله يا اخي انا ما لسه ستاتستيكال اناليسيس ده لسه فيه ضعيف، انه انا اقرا الحاجه دي من البيبرز،
كويس، فلازم تخش لك كورس زي ده اللي ترى بتشتغل عليه. في كورسات مهمه يعني مثلا كيف تشتغل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على ال الكمبيوتر بروجرام يعني الكمبيوتر بروجرامينج يعني واحده من الكمبيوتر بروجرامينج مثلا انا ما بتذكر الاناليسيس كنا بنعمل ايش غير يعني غير يعني واحده من الستاتستيكال اناليسيس تولز دكتور نادر بروجرام احنا كنا بنعمل ميجرمنت مثلا لحده بتاعت اضاءه معينه في سيلز او حده بتاعت اكتيفيتي للكالسيوم اكتيفيتي نيجي نعمل لها اناليسيس ببروجرام ما متذكر ليترون، لكن واحد من الكورسات انا ما كنت بعرف عنه حاجه، ما مر علي قبل كده ولا شفت له فيديو ولا شفت اي حاجه، فمشيت تكلمت مع البروفيسور والله البروجرام ما كده، وهم دول بياخدوه الناس الفيرست يير طوالي يعني مشيت عليهم. في حاجه ثانيه يعني ممكن لقيتني انا وكنت مستغرب ليها، انه هم بعد البكالوريوس مباشره بيمشوا جو ثرو البي اتش دي، فتلاقي ناس ما عندهم ماستر هم يا دوبك في سنه اولى بي اتش دي عندهم 5 سنة يخلصوها تحصل على البشيه، طبعا مرورا طبعا بالاكزامز اللي بتاهلك لانك يعني تكون كانديديت، وبعد كده تمشي تعمل ديفنس للثيسيس بتاعتك في open presentation وفي close presentation، وبتعتمد على جماعة البوليسي المتخذين المتخذها الجامعة في إنها تمنح الديجريز بتاعتها، يختلف من جامعة لجامعة، في حريات كثيرة جدا إنها هنا الجامعة تصيغ البوليسي بتاعتها من state لstate تختلف. أنا هنا خطيت لكم لينك للبوست جراد اللي صدي إن US، البروجرام شكلها كيف اللايف في US، الحياة داخل الحرم الجامعي شكلها كيف، السكن إذا سكنت داخل الداخليات الجامعية أو أنت سكنت برا منه، كل الحياة دي يا جماعة لازم تخد عليها بالك إذا أنت عايز تقرأ مثلا في 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 واحدة من الجامعات الأمريكية. الحياة الناس بتوقعها مثلا ممكن تكون إيزي لكل طالب، لا ممكن ما تكون إيزي ولا ممكن تكون فير مع أي زول، يعني ممكن تواجهك صعوبات بذات الشهور الأوائل، يعني ممكن ما تقدر تعمل adaptation كويس، سواء كان adaptation من ناحية الجو، من ناحية المجتمع ذاته. المجتمعات الجامعية مناسبة very sociable، يعني داخل الحرم الجامعي إذا بتلقى الناس يعني بحاولوا يخشوا في أي زول، لكن في نفس الوقت بيغيموا جدا الزمن اللي هو عندهم للقراية ولا للبحث ولا للشغل الشغالي، إنه ما في مجاملات، ما في طلعات كده طوالي، ولا يعني دي بصورة عامة. فأنت لازم نحن الحياة الاجتماعية حقتنا مقارنة، بقول أنا بقول عليها very social هنا ما مقارنة طبعا أكيد، ما يعني الحياة الجامعية الموجودة في أمريكا تختلف تماما عن الموجودة في مثلا الحرم الجامعي داخل الجامعات السودانية. فحتى المجتمع اللي انت فيه، يعني الحرم الجامعي اللي انا كنت فيه كله مجمع طبي، يعني كليات طبية بمختلف تخصصاتها، بتلقى في التخصص الدقيق في بروفيسور متخصص في الحاجة الفلانية، يعني مثلا البروفيسور بتاعي هي متخصصة في الجيناتيكس، في الجيناتيك متخصصة في السيجنالينج يعني باثويز، وفي السيجنالينج باثويز متخصصة في البوتاسيوم شانل، فانت اول بوتاسيوم صوديوم شانل، انا لان شغلي كان له علاقه بالكالسيوم شانل وعلاقتها بالاستروك في السيكل سيل ديزيز، كنت مركز على الحاجه دي، فده المربط بتاع. ف الحاجه دي مهمه جدا يا جماعه، بالاضافه لانك تزور الويب سايت حق الجامعه الحياة الجامعية في 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 المجتمعات الجامعية في أمريكا، بالرغم من اختلافها فأنت لابد تكون خدتي صورة معينة، مش تاخد صورة معينة، لازم تاخد صورة كبيرة عن الحياة الجامعية وشكلها كيف وتعرف منها، بالإضافة لأنه إذا ربنا ساعدك وقدرت حصلت على واحدة من المنح دي، أتواصل مع الناس الموجودين داخل الولايات المتحدة عشان كيف تقدر تجهز خطواتك الأولى دي، إنك
تنزل في سكن، تنزل في حرم، في الحرم الجامعي. بالإضافة لأنه كيف ترتب الحاجات دي بحيث إنه ما تتصدم بواقع مختلف من الحياة اللي أنت متوقعها. ابتداء من نزلتك في المطار، إذا أنت متواصل مع البروفيسور بتاعك، أنا شخصياً بروفيسور بيستلمني من المطار، دي حاجة كويسة. لكن قد يكون تجي في المطار وما تعرف إني ماشي على وين، ما يعني هاخد أوبر، هاخد مواصلات، فدي كل حاجة مع الواحد يعمل لها خد توقعاته فيها كيف ويدرسها بصورة كويسة إذا ربنا أتاح لك الفرصة إنك تجي وتدرس في الولايات المتحدة. نمشي للسلايد اللي بعديها. يعني خلاص أنا في كثيرة بتاعت الولايات المتحدة ونخش على كندا. مثلا هي الجارة الشمالية لأمريكا. في كندا الجهة المنظمة لمزاولة مهنة المختبرات الطبية هي CCMLS Canadian Society of Medical Lab Laboratory Science، وده اللي موقع بتاعهم. وأنا برضو خدت الرابط بتاع Certification وخدت الرابط بتاع Prior Learning Assessment، لأننا كلنا اللي جايين من برا ودارسين، حتى لو دارس في الولايات المتحدة الجارة الجنوبية هنا، أنت تعتبر International Educated Professional. يعني أنت لما تجي من برا بشهادات خارجية لازم تمر عبر الخطوات دي على أساس أنك في النهاية تكون مرخص لك أنك تمارس كميديكال لاب تكنولوجيست. الترخيص الكندي هنا الرولز بتاعتهم very restricted. فأنا بتذكر أنه واحد من زملائنا هنا في كندا عمرو قدم لايف فيه معلومات حلوة جدا، الناس ممكن ترجع له وتشوف الحاصل شنو. يعني حكى الحاجات دي، هم الناس السببونا بالحاجات دي هنا. فبالإضافة لأنه كل الزملاء الموجودين هنا صراحة ناس مشجعين جدا أنه يقدموا كل ما عندهم عشان يفيدوا زملائهم، فليهم الشكر والتحية. اللي عايز أقوله في CCMLS بيطلبوا منك كإنترناشونال إدوكيتد إنك تجهز كل شهاداتك، الكريدنشال بتاعتك وتعمل لها إيفالويشن. الإيفالويشن بيتم عن طريق الويس أو إيكاس. الويس الكندي أو الأمريكي. الأمريكي طبعاً مناسب بالنسبة للشهادات الجبيكة، واحدة من خطوات التقديم لأي منحة، هي لازم تكون عملت إيفالويشن للشهادات بتاعتك بتعالج شنو محلياً عندهم. هنا نفس الويس WES الكندي بيعمل لك إيفالويشن، ودي الشهادات بترسل مباشرة من السودان. دي أول خطوة في أنك تجهز شهادتك تكون معادلة لبكالوريوس مثلاً كندي أو ماجستير أو PhD أو أي واحدة من الدرجات دي. بتمر بمرحلة اسمها Prior Learning Assessment بيقيموا فيه شهاداتك والPrevious Experience. أنا هختصر الكلام كتير هنا يعني لأنه المواقع دي بالمناسبة موضحة كل حاجة، وحتى الكتيب بتاعه بتاع BLA كاتب لك الخطوات من A to Z. فزي ما ذكرتها، أنت لو عايز تأخذ معلومة أخذها مباشرة من الموقع بتاعه، ما تجيب فيه إنه والله يا أخي فلان قال لي وتجربته كانت كده ولا لا. وزي ما قبيل أنا قلت إنه حتى تجربتي أنا بتحكس التجربة الشخصية، التيبس الموجودة فيها حاجة بتفيدك إنك تتجنب الأغلاط وتعمل الحاجة اللي خلتك تمشي قدام. فالكنديان سوسيتي ميديكال لابوراتوري عندها رولز restricted لأي ممارس داخل كندا هنا عايز يمارس MLT، سواء كان في اللابس الموجودة في المستشفيات أو في البرايفت أو في اللابس الموجودة في الجامعات. يعني حتى الجامعات انت عايز تشتغل شغل على human specimen انت لازم يكون عندك اللايسنس على انك تشتغل فيها. فأنا ما هشتغل على blood human، أنا تخصصي هيماتولوجي، عايز اشتغل على blood، فلا بد يكون عندي اللايسنس على اني اشتغل داخل الجامعه الريسيرش في الهيدا. في طبعا ما كل الحاجات دي مطبقه على كل الجامعات، في سم اكسبشنز اذا كان عندك تريننج معينه او شهادات معينه في سم اكسبشن، لكن دي بصوره العامه يعني. طيب انا كخريج مختبرات طبيه من جامعه سودانيه وعايز اجي اشتغل في كندا،
الحاجة دي بعملها كيف؟ أخش على الموقع بتاعهم، أشوف المطلوبات بتاعت اللي هي في السيرتيفيكيشن، أتبع الخطوات الموجودة في البراير ليرنينج أسسمنت اللي هو بيقيموا فيه شهاداتي، بيقيموا فيه الخبرة السابقة بتاعتي، بيوريني إنه الخطوة الجاية المفترض أعملها شنو. بعد ما أعمل سبميت للأبلكيشن بتاعي بيكون في في تيست نمبر 1. التيست ده بس يعني جنرال يشوف انت حتى الكومبتنسي بتاعتك متماشيه مع الخبرات اللي انت كاتبها دي. بعد ده بيعملوا ايفالويشن لانك انت ممكن تجلس الامتحان ولا لا. فاذا طلع الريورد انه انك انت يو كان رايت الاكزام، ممكن بعد كده تحجز للامتحان وتمتحن امتحان السي اس ام ال اس تباصي وتكون مرخص لانك ام ال تي انك تو براكتس ان كندا. زي ما ذكرت في اول سلايد انه الحاجات دي ما بتتيح لك فيزا او بتتيح لك بوزيشن معين او حاجه زي دي. وبالمناسبه الامتحان الثاني اللي هو الامتحان الفاينل لازم تجي تمتحنه في كندا، حتى لو انت تم قبولك في كل الحاجات دي وكانك تو رايت الاكزام برضه ما بيضمن لك انك تجي تمتحن هنا. فده بيعتمد تماما على انك تواصل في الحاجات دي أول بأول وتجتهد فيها. وده بيختلف طبعا من شخص لتاني، سواء كان ده موضوع تمام مختلف موضوع الإميجريشن، فما اللي هو دي المساحة بتاعتنا اللي نتكلم عنه هنا، لكن it depends على إنك أنت النية بتاعتك تجي هنا تعمل شنو. خطوات البي ال اي موضحة في الكتاب بتاعهم، ما عايز أسيب فيها، لكن زي ما ذكرتها بصورة عامة هي evaluation لل previous experience بالإضافة لل credentials بتاعتها. نمشي للسلايد اللي بعديها اللي هي general advices. في نصيحة جدا مهمة يعني ذكرها دكتور ما أو بروفيسور ماريو كاباكي، ده يمكن أنا حكيت قصته قبل كده في واحدة من البوستات اللي كتبتها والمنشورات اللي كتبتها. هو كان فاز بجائزة نوبل في الطب أو الفيسيولوجي 2007، وده من الناس اللي اشتغلوا أو اللي اخترعوا الكري لوكس سيستم للنوك داون جينز، نعملون نوك داون جينز. وحكيت قصة إنه أنا كل الزمن اللي قعدته معه هو 5 دقائق بس، هو ماشي على المصعد ونزلنا من المصعد ومشى ركب بعد كده، إنه بس إنك تعمل الحاجة اللي أنت بتحبها والحاجة اللي أنت بتعمل فيها حاليا، سواء كان بحث عن ماجستير أو دكتوراه أو بوست جراديويت أو أنت باحث عن حاجة فلانية، باحث عنها ليه؟ هل لأنك أنت دار الحاجة دي؟ أنت عندك شغوف بيها ولا لا؟ عندك الباشنة الكافية إنك تواصل فيها؟ هل هي بروفيشنال ولا أكاديميك؟ ولا جست انك انت عايز تعمل الحاجه دي لانك مجرد اهتمام انك بيها؟ ف do what you love, love what you do and never rely on the magic lamp. هو لما كان سألني قال لي يا اخي اسمك من قلت على الدين، فهو اكيد بيعرف على الدين والمصباح السحري، فابدا ما تعتمد عليه انه تجيك حاجات ماجيكال في حياتك عشان بس هي تنقذك. يعني ما تعتمد تماما على الله، الاجتهاد والتوفيق في الأول وفي الآخر من عند ربنا يا جماعة. فما في زول بيقدر يضمن لك حاجة أنت أبدا ما سعيت فيها. السعي والتوكل هو مفتاح لكل نجاح. جهز حاجاتك في ورقة، أكتب كل الحاجات اللي أنت عايزها، 1 2 3 أنا عايز أعمل كده، بعد السنة فلان أنا عايز أكون كده. دي نصائح عامة يا جماعة، عايز ممكن أي زول يحكيها لكم. قد أكون ما عندي الهامبل اكسبيرينس إنه أنا أقدم كل النصائح، لكن بذكر تماما إنه أنا بعمل بلان لـ my goals وبعمل مانج لـ الاكسبكتيشن بتاعتي. ففي الآخر تحياتي لكل الدكاترة والزملاء، الدكاترة اللي درسونا في جامعة السودان فردا فردا، على رأسهم البروفيسور العلامة مجاهد محمد الحسن، وكل العمد اللي مروا علينا ونترحم على اللي فاتوا منهم، ولكل الزملاء اللي درسنا معاهم ودرسنا معاهم، سواء كان في جامعة السودان العالمية أو في جامعة الخرطوم.
لكم خالص التحايا، واتمنى انه اكون قدمت حاجه حتى هي قدر نحاول ان نحصرها بس في الساعه دي. فمستعد لانه استقبل منكم اي اسئله ونجاوب عليها. فشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله دكتور علاء، يعني على الرحلة الشيقة دي. طبعا يعني هي الرحلة الشائقة دي يعني زي ما بقول اختصرت لنا في ساعة يعني. فمعروف يعني انه كل لحظة يعني عندها يعني تفاصيل وأثر كبير جدا في حياتك المهنية. بحسب تجربتك يعني في دولة السويد، انه دائما يعني الناس بتطلع انك كيف مراسلاتك كانت مع السوبرفايزر حقك اللي هو، ودي من الاهم شيء. يعني مرات الناس بتسال عن الكي وورد وكيفيه الحصول على السوبرفايزر عشان ما يجيب لك اكسبتنس بانك انك تقدر تجري في الحته دي لو اتطرقت لينا فيها. يعني مرات المشرف زي ما انت ذكرت عرضا انه بيحتاج ذاته يتمكن منك انت، لانه هو ما جايبك يعني صدقة ولا كريدي، يعني جايبك عشان ما يكون في بابليكيشن، دي الشراكة والفروتفول بتاعك. ففي المراحل الأولى في موضوع المراسلة بتاعتك والأكسبتنس حقك، يعني الحتة دي لو ويا. طيب مشكور يعني. الأمر الثاني اللي هي موضوع الهوب بالنسبة للسودانيين، يعني زي تذكرت يعني هل الموضوع ده شوك؟ يعني فعلا يعني الناس طلع ما عارف صوتك قطع في الفترة الثانية دي ولا؟ يا دكتور ياسين سمعت السؤال الثاني واضح؟ دكتور عادل أنا ما استقدر اسمه. طيب أعتقد إنه دكتور نادر غادر، لكن أنا حجاوب السؤال هاي السؤال الأولاني، إنه طريقة المراسلة مع البروفيسورز في الجامعات الأمريكية أو بروفيسور بصورة عامة I guess، ده بيعتمد تماما على إنك اطلعت على كمية من البيبرز في حاجة اللي بتخصك أنت، اللي هي دي عندك فيها الخبرة، يعني خبرتك سواء كانت حاجة بسيطة أو في بحثك ماجستير أو في بحثك بتاع الدكتوراه وإلى آخره. البروفيسور بمناسبة في أمريكا ما عندهم زمن، يعني زمنهم بيكون مقسم جدا، يعني بتلقى الكالندر بتاعه من الساعة الفلانية للساعة الفلانية شغال، البريك بتاعه من الساعة الفلانية دي. حتى بالمناسبة كونه يخصص زمن لأنه يرد على الإيميل، دي حاجة موجودة في الكالندر بتاعه. فأنت لو خدت كل الاختبارات دي في فهمك لمراسلتك بتلقى نفسك بتكتب له رسالة مختبرة. طيب البروفيسور الفلاني ده شغال في السيكل سيل ديزيز، انا حاضر مثال بشغلي وفي السيكل سيل ديزيز، يعني ما بصورة جنرال، يعني مثلا قلت السيكل سيل معناها جنرال برضه، شغال في البرو انفلاماتوري جينز. حتى البرو انفلاماتوري جينز بمناسبة انت لو قلت له انا شغال عايز اشتغل سيل لكتين وهو شغال انتجرين، يقول لك والله انا ما انترستد. السيل لكتين ده شغال، ممكن لو فادك يقول لك والله السيل لكتين شغال البروفيسور الفلاني. كويس. حتى من المراسلات انا بتذكر انك لما ترسل اكتب انه يعني بطريقه ما اذا في اي ادفايس، يعني انت تفتح المجال تفتح النافذه لانه على الاقل هو يديك يعني ادفايس انه يعني ترجع له، يعني حتى لو هو ما جيب لك يديك الحاجه دي. وبالمناسبه كثيرين جدا هم اتوقع انك لو خطيت لك لسته بتاعت 25 بروفيسور ممكن منهم إذا ردوا خمسة بالمناسبة نسبة عالية جدا، هي 25% أو 20%، 20% من النسبة دي ردوا عالية جدا. ممكن في ناس ما يردوا، لكن كونوا يردوا على الإيميل اللي بيجذب انتباههم شنو؟ اللي بيجذب انتباههم إنك أنت هل حتكون إضافة للتيم بتاعهم ده ولا لا؟
زي مثلا انك اشتغلت شغل بتاع جينيتكس قبل كده وعندك يعني عملت هايلايت شغل البلوتينج، يعني بتتيح له فرصه بتاعت انك انت لو جيت اللاب في اللاب الويت بريبريشن ده خليه عليه، مش الويت الويت لاب خليه علي انا، لان احنا في المختبرات عندنا ويت كتير جدا، يعني في ناس كتيرين بيشتغلوا دراي لاب، يعني شغلهم بيكون كمبيوتر سوفت وير، فهو ممكن يكون متخصص في البيولوجي ومتخصص في 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 الهيماتولوجي ومتخصص في السيكل سيل، لكن عايز له زول بيشتغل الشغل بتاع كمبيوتر داتا اناليسيس، ما انت حتكون ما حد بالنسبه له ما حتكون اضافه. في حاجه مهمه جدا، كثير من البروفيسور بيكونوا عارضين في صفحتهم بتاعت اللاب الشخصيه انه محتاجين للبوزيشن الفلاني ده، محتاجين عندهم اوبننج، محتاجين لبوست دكتورال فلو يجي جوين التيم بتاعهم، او محتاجين لكانديديت او اكسبتنج لكانديديت. معظم الدكاتره بتلقوهم زي ديل الكانديديت بيعملوا اكسبتنج بيكون معظمهم من داخل الجامعه، لكن برضو المنافسه اتس اوكي اتس فير انه لو لقى انترناشونال ستودنت عنده البوتنشال الكافي لانه يشارك داخل اللاب بتاعه. فانت لما تيجي تمنشن او يعني تنشن لبروفيسور معين، نشن على الحاجات اللي بتجيه في وقت الحساس بالنسبه له، اقرا البيبرز بتاعته، اطلع عليها بصوره كافيه، شوف الفيوتشر بلان بتاعتهم. دائما في المواقع بتاعت البروفيسور بتلقى انه الفيوتشر بلان بتاعتهم عامله كيف، او الاونجوينج ريسيرش اللي حاليا شغال شنو. والله يا اخي شغالين الان في الفتره دي مثلا موديفيكيشنز لاي حاجه معينه، او شغالين بيعملوا الحاجه الفلانيه، الحاجه دي انت انترستد فيها وعندك الكابابيلتي انك تقرا عنها اكثر، اقرا عنها حتى بيبر مختلفه، وممكن تعمل له هيت برابط بتاع البيبر حقته، والله البيبر حقتك الفلانيه دي اتكلمت فيها عن النقطه الفلانيه، والله انا عجبتني جدا النقطه دي وانترستد اني اشتغل فيها مثلا. فدي كانت من الحالات اللي ردوا، يعني بعض الدكاتره ردوا، يعني في ناس ردوا ممكن ما مشيت معاهم. في بروفيسور في ميزوري في جامعه في 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 ميزوري ستيت تقريبا، هي انترستد انها تشتغل في السيكل، وكان بروفيسور فريش يعني اسيستنت بروفيسور، لكن ليتر انا لقيت اللاين بتاعي بيختلف من الحاجه اللي انت هي انترستد انها تشتغل فيها. في حاجة تانية مهمة، خليك إنك إذا أنت عايز تعمل دراسات عليا أوبن مايند شوية، إذا هو اخترع عليك حاجة هل أنت انترستد تشتغل في الحاجة دي؟ طب ليه لا؟ ليتر أون أنت ممكن تغير بالمناسبة، يعني في مرحلة فريش لسه، ولسه قدام في يعني بعد PhD في ناس ممكن لسه يفكروا إنه يغيروا الانترست بتاعهم الديبر، ويتغير بسهولة بالمناسبة، لأن العلم بحر واسع كلكم عارفين الحياة دي. فالمراسلات بينك وبين البروفيسور مخليها تكون مختضبة، خليها تكون تارجتد، خليها تكون إنك حضيف شنو للتيم بتاعه. I guess إنه أتمنى إنه يكون جاوبت على الحاجة دي. دكتور ياسين، لو أنت شايف الحياة الأسئلة فتحت هنا، أيوة دكتور نادر هو تلم علينا. سؤالك الثاني صراحة قبل ما أسمع ده الاستابيليتي بتاعنا هنا دينا الكومبليكيشن. الحقيقة السؤال إنه بطرحه ليك يا دكتور علاء، يعني بالنسبة للبي اتش دي طبعا ما تكلمت عن اللي هي السيستم بتاعهم، يعني زي الآخرين. فمثلا في النظام الأوروبي عندهم بيكون هل اشتملت على بعض الكورسات، ولا زي إنه هي عبارة عن فول ريسيرش في ارتكل معين، وهل الاندي بتاعتها بنظام بتاع بابليكيشن اونلي يعني ديفنسيف، ولا بتعمل ديفنس للسيسيس ويكون ديك اكسترنال خارجي. فدي كلها سيستم، فده نعرف النظم الامريكيه للوضع ده كيف يعني. طيب اول حاجه ديبنس على انك انت جويند البي اتش دي كدوميستيك ولا انترناشونال. اذا كان زي انا جيت join ك international student already get a master، بيكون عندك فترة بتاعت 3 سنة
اللي هي 4 سنة إنك تخلصها. عندهم الدومستيك ستودنت اللي هم ديل اللي مقدمين داخليا، ومعظمهم بيجوا ببكالوريوس يعني بالمناسبة، بيجي من بداية زي ما ذكرت قبل النقطة دي، بيجي ببكالوريوس بيكون واصل السنتين الأوائل بتاعته، بيكون فيها كورسز يعني، بيكون في كورسز عشان تساعده في إنه ليه قدام. أنت السنتين الأوائل اللي بيحتبروك كأنك أوريدي أخذتهم في الماستر بتاعك الانترناشونال، طبعا بوريك باعتبار درست كنت انترناشونال. السنتين الأوائل ديل أنت بيقيموا لك الكورسات، الإيفالويشن اللي بيتم عن طريق الانترناشونال إديوكيشن سيرفيس والجامعة ذاتها السيستم حقها، بيقيموا شهاداتك ناقصك شنو، فبيعملوا ريكومنديشن لأنك أنت تاخذ الكورسات دي، ريكومندي لأنك تاخذها. لما يكون حاجة ريكومندي في حاجة مندتري وفي حاجة ريكومندي، الحاجة ريكومندد دي بإمكانك تأخذها أو لا، أو تأخذها أونلاين بطريقتك، لكن في حاجات mandatory courses تأخذها على إنك تواكب الشغل بتاعها. حتى البروفيسور ممكن يطلبها منك، يقول لك والله اشتغل الكورس بتاع الستاتيستيكال الفلاني دي، لأنه حاسبك أنت ما يعني ما اشتغلت أي statistics كويس الحاجة الفلانية. فدي كلها بتتم في السنتين الأوائل أو السنة الأولى من الثلاثة لأربع سنة اللي أنت بتنجز فيها البي اتش دي بتاعتك. بعدها بتمر بمرحلة بتاعت كانديدسي إكزام. الإكزام دي بيأهلك لأنك تكون كانديديت، يعني دوبك بي اتش دي كانديديت. بسيط الإكزام ده، هو غالبا بيكون بنهاية السنة الثانية، بتمر للمرحلة البعدية إنك تكون جاهز. لأنك بالمناسبة الفترة دي إذا ربنا وفقك وقعدت مع بروفيسور من الناس اللي منجزين بصورة يعني بصورة رابد في البيبرز بابليكيشن بتاعته، تكون بقيت واحد من الكو أوسر. لكن واحدة من الشروط اللي قدام إنك تكون عامل تيجي تعمل ديفنس للسيسيز بتاعتك في أوبن أند كلوز بانل، على الأقل تكون عملت سميت لواحدة من البيبرز في بير ريفيو جورنال وتكون الفيرس أوسر بتاعه. في طبعا يعني السيستم من جامعة لجامعة بيختلف، في جامعات بيطلبوا تو، في يعني كولورادو بتطلب تو بيبرز تكون سميتد يو ار فيرس أوسر. و انت هتعرف انه البيبرز ممكن تاخذ منك 9 شهور على الأقل عشان تعمل لها، ممكن تاخذ منك سنة، ممكن تاخذ منك يعني سنة ونص اوريدي تكون انت بادي فيها. الحاجة دي لازم تبدأ فيها من الأول. فالسيستم زي ما قلت لك هو بيعتمد على إنك أنت جاي كإنترناشونال، عملوا إيفالويشن للسيستم للبريفيوس كريدنشلز بتاعتك، وغيموا لك الكورسات اللي أنت محتاج ليها، وده بالتنسيق مع البروفيسور بتاعك. الدور اللي بيلعبوه الدكاترة والبروفيسور داخل الجامعة دور كبير جداً بالمناسبة، يعني ممكن هو يعني يساعدك في إنك تتخطى سنة كاملة، لأنه يقول الله الكورسات دي ما مطلوبة منك، على أنه أنت هو ما محتاج لها في المشروع بتاعه. كويس. فزي ما قالوا الزملاء قبل كده، نحن بالمناسبة عندنا كمية من الحاجات اللي درسناها في الجامعات، حاجات مفيدة شديد، لكن هنا محتاجين نكون اكسبوز للمجتمع العلمي هنا في يو اس ولا في كندا ولا whatever. جس بينقصنا هنا نكون اكسبوز ليهم. بصراحة لما نكون معاهم عادي جدا، كل الانترناشنال ستودنت تلقاهم الافرج بتاعهم 4، يعني بينجزوا ما شاء الله عليهم، ويكونوا خريجين جامعات مختلفة جدا في السودان. فما مهم انت جيت من وين بالضبط، لكن لما يصل ويحتك بالبيئة هنا ويتأغلم عليها، كل الناس بتعمل سكورس عالي وبيتخرج بدرجات كويسة وبتعمل ديفنس للثيسيس بتاعتها بصورة جميلة جدا. ف يعني برضو انا خطيت في الرابط بالمناسبه كل الحاجات دي اللي من الخطوات بتاعتها، مش الخطوات، كل الحياه الجامعيه، كيف من دخولك لسنه اولى بي اتش دي او ماستر لغايه ما تتخرج. بالمناسبه في ال5 سنة اذا كنت دوماستيك او نقول انترناشونال وانت اكسبتد على فود بروجرام 5 ييرز، ممكن بعد سنتين تعمل دروب وتاخذ ماستر اذا انت في الاول وقعت على حاجة زي دي، وده بيحتمل تماما على الـ graduate school policy. فمن ضمن حياته انك ممكن تعمل دروب وتاخد advanced diploma، ممكن تعمل دروب وتاخد master degree، ممكن تواصل تعمل PhD وبعد ذاك البروفيسور يكون interested في الشغل بتاعك ويعمل لك acceptance لـ
بوست دكتورال بوزيشن او تمشي لبوست دكتورال بوزيشن في اي اذر لاب. اتمنى اكون فيدتك في حاجه زي دي يا دكتور نادر. الله يبارك فيك. حقيقي الجزء الاخير اللي هو المرحله بتاعت انه الانسان يعني تحصلت على الفول برايت للبي اتش دي، تحصلت على الدكتوراه، الامبيشس انك الكريتيريا المفروض تتوفر فيك على اساس انه يكون السوبرفايزر يمهد لك الطريق، لانك انت ممكن تلقى تشانس تو بي كانديديت فور بوست جرادويت. يعني في كريتيريا معينه المفروض، يعني ما اي زول، يعني معظم الناس بتخلص مرات البي اتش دي وريتين باك. لا، فما هي المعايير او الكريتيريا المفروض تتوفر عشان المشرف يرفعك لمستوى اعلى من الخطوه اللي فيها انت بي ديديكيتد؟ يعني انت صراحه هم هنا بيعجبون الشغل، لا 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 شغل البروفيشنال، والشغل انك تكون يعني ما بالضروره الانجاز العظيم ذاك يعني خلاص اللي بيحكوا عليه. شخصيا مثلا كنت في اللاب ممكن اقعد لسه 11 بالليل، لكن ثاني يوم النتائج كلها تكون فاشله. وتخيل انه الريجنت مثلا في ريال تايم بي سي ار تعمل لها ويستنج زي دي، ودي حاجه مناسبه من الحياه بتزعل للسوبرفايزر. لكن later on إذا أنت كنت dedicated للحياة دي with high integrity with morals، عندك إنك عايز تنجز الحياة دي، أنت very interested very passionate about الشغل اللي أنت شغال فيه، مبسوط على إنك شغال الحاجة الفلانية دي كويس، الحياة دي ما بتظهر في سلوكك. أنا ما يعني ما بقول إنه يعني الناس بالصورة بتاعت الطبطبة ديك، لا، الصورة بتاعت إنك تكون والله الحاجة دي أنا انترست فيها، الحاجة دي أنا عايز أشتغل فيها، بتهمني لي قدام. أنا شخصياً لأنه انترست في السيكل سيل ديزيز، وعندي فيها من القصص اللي من المرضى وال يعني الناس اللي عانوا معانا من السيكل سيل ديزيز، كانت لي دافع كبير جداً إنه أنا أصل لمرحلة إنه أنا أفكر في إنه ليه ما نلقى علاج. أي قاعد يكون حاجة نايف، لكن لما تفكر بصورة زي دي بتخليك تبحث ديبر، في نفس الوقت بتكون مطلع لأنك تنجز في الحاجة دي، وبتنعكس على سلوكك. كون أوريجينال يعني مع السوبرفايزر بتاعك، لو كنت زول أوريجينال يعني أوثنتيك في حي حي بتعملها، I guess إنه دي واحدة من الحياة المهمة جدا بالنسبة لي. هون ما بيحبوا المجاملة عموما، نحن الناس اللي احتكينا بيهم ديل سواء كان هم أمريكان أو أمريكان من أصول خارجية، لكن علمتهم الحياة هنا الناس تتعامل بشفافية خالص. وإذا حتى لما تكتب له إيميل أو تكتب له خطاب لحاجة معينة، كن واضح في كل الحياة اللي أنت دائرة. من الحاجات اللي ممكن يشكروا عليها إذا أنت أخطأت في حاجة، إنك تقول الله أخطأت. فالsoft skills والgood communications very important إنه تتعامل معهم هنا كبروفيسور داخل الجامعات الأمريكية. وهي I guess إنها بالنسبة لنا إحنا كناس ما تعودنا عليها أو بناخدها كcommon sense soft skills، لكن بالنسبة لهم هنا كحاجات بونس لواحد جاي أجنبي يدرس معهم، لما يشوفوا الحياة دي ممارسة على أرض الواقع بيدوها كريديت بالمناسبة. ف I guess إنه good communication with soft skills، إنك تكون authentic original، دي من حياة الكريديت اللي ممكن أي supervisor محتاجة فيك عشان تواصل معهم. طيب السؤال الأخير، يعني مع إنك مشيت يا دكتور علاء المسار الأكاديمي والبارت بتاع الريسيرش، يعني هو يو شيفت في انك تتحصل على كندا وادمج مع ده، يعني المزاولة بتاعت المهنة والحصول على تواصل بحيث للسامعني. ايوه، لو 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 اكون دقيق، سؤالك انه ليه انا عملت شيفتنج لللايسنس بتاعت كندا، اللي هو ده يمكن يكون شغل يقربك للبنش واللاب اكثر من الاكاديمي اللي انا اصلا فيه. اي دي واحد. الخيار الثاني الهوب، يعني احنا كلنا زي ما دكتور هبه لما استضفناه باعتبار انه مع الظروف والانفايرمنت في السودان والعوائق والاصلاح والتغيير اللي بيحدث في السودان،
يعني الناس بتحاول تبتدي يعني الحياه اللي تعلمتها والاكوير. مشكلتنا نحن يعني بلاحظها في الدول البره من الاجناس الثانيه، يعني عاصرنا المصريين برا في دراسات برا في غيره، بتلقى انهم عندهم معين وبياخذوا النوليدج والعلوم، لكن زي الامباكت بتاع they think انه how to develop their country. فانا داير اعرف يعني، ما بقول لك الان ده مخططك فور بلانينج فور فيوتشر شنو، لكن معظم الناس زي ما انت ذكرت في مطلع حديثك بيحصل شوك يعني بين الاشياء والتكنولوجيا اللي احنا تعلمناها برا وبين الواقع لما ترجع السودان. صحيح في فاريشن كبير جدا يعني، ترجع للشغل الروتيني والحياه الكومونلي وعدم الفند والدعم والريسيرش، لكن هوب يعني برضو دايرين تصورك انت كزور ريسيرشر وخدت فول برايت وخدت لايسنس، what you hope for other researcher for collaboration to develop their own country and thank you. طيب اول حاجه والله دي حاجه مهمه شديد جدا بالمناسبه، ونحن الغرض الاساسي اللي من اجله طلعنا لايف وتكلمنا عن المختبرات الطبيه بين التحديات اللي فيها، همنا كله بالمناسبه نساعد زملائنا والناس اللي ورانا او حتى اللي معانا يعني كلهم في 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 المجال ده، انه يطوروا من مهنه وخدوها في المكان اللي هي بتستحقها. فالمختبرات الطبيه يعني مساله انه الناس جات شافت حاجات برا وتيجي تحكيسه جوا، اي بيحصل لها الصدمه صراحه زي ما قلت يا دكتور نادر. لكن والله زي ما قال الدكتور رهيب وربنا يديه العافيه، كلنا امل في انه يوم من الايام نحكس الحاجه اللي تعلمناها دي في بلدنا. بلدنا محتاجه ل يعني لناس، ما عايز اقول زي انا، لكن محتاجه لكل الناس اللي قروا سواء كان برا وجوا راجعين او قروا جوا ومشوا وكملوا برا وجوا راجعين تاني أو هم يستيل موجودين برا، بأنه يمدوا بالخبرات بتاعتهم يسهلوا الطريق لغيره نتعلم ويكون في كولابريشن. وزي ما قلت والله كل الشعوب اللي احنا بنعاني لها سواء كان أخواننا في مصر أو سواء كان جيراننا قراب ولا بعاد بيتعاونوا جدا، بيكون في لوبيهات كاملة جدا. يعني بتحزن للحاجة دي إنها ما تكون مشاهدة من مجموعات من السودانيين، ودي لكن أقول أنا الحمد لله إنه في بوادر بين الناس بدأت تتلمى كلها في جروب في كيانات في اتحادات سواء كان بالداخل ولا بالخارج. التجارب اللي إحنا بنتعلمها برا من ناحية تجارب سواء كان تعليمية أكاديمية سواء كان تجارب على أرض أساليب الحياة ذاتها داخل المجتمعات الجامعية مفيدة جدا، لأنك تجي تحاول تغير الحاجة دي. بس أنا ما عايز أقول إنه بنصطدم في أرض الواقع بعرقلات من الأنظمة الداخلية سواء كان سيستم كده بتاع بيروقراطية إنه والله الحياة تمر بمراحل كده عشان نطور المهنة الفلانية دي ونصل بيها لمرحلة بتاعة اللايسنس بتاعها ما يكون تابع لجهة معينة أو إلى آخره. لا 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 يا نادر، الحياة دي صراحة الحديث فيها بطول، لكن بفهمي أنا إنه العقول اللي استفادت من حاجات برا نحن محتاجين ليها والله زي ما قال الدكتور هبة، إنها تجي تمد بأفكار دي ويكون عندها بروبوزز واضح لأنها تطبق على أرض الواقع في السودان بالرغم من كل التحديات اللي موجودة في البلد من المعاناة اللي نحن شايفينها بصورة يومية، لكن لابد من في يوم من الأيام يكون في مراكز بحثية خاصة داخل الجامعات، يكون في research laboratories متخصصة للgraduate schools لحاجات زي دي لازم نشوفها على أرض الواقع. لكن محتاجة زمن وزي ما عارفين مشوار الميل بيبدأ بخطوة. بالنسبة لسؤالك الثاني اللي هي shifting للكارير، في الحقيقة هو ما shifting للكارير لكن لأنه ضمن البرنامج بتاع البوست دكتور فيلوشيب في يو سي دنفر جامعة كولورادو في كولابريشن بين يو سي دنفر و يو اف تي يونيفرسيتي اوف تورونتو. الكولابريشن بين الجامعتين او داخليا بيتضمن ده بالنسبه لي لونج بلانز لحاجات معينه، لكن زي ما قلت في كندا هنا الترخيص
خطوة لمزاولة كل حاجة لها علاقة بالمختبرات. كونك إنك تهبش سبيسمين بيدك، أنت محتاج لترخيص. أنا very restrict في الخصوصين. أنا طبعا ما بقول حاجة إنك بس لأنك تهبش، إنها ممكن تكون MLA وتتعامل مع الحاجة دي من غير تركيز، من غير ترخيص، لكن تتعامل على أرض البحوث بتلقى requirements بتاعتهم. يعني إذا أنت عملت ابلكيشن لفيلوشيب بوست دكتورال بوزيشن مثلا في جامعه تورونتو او نقول جامعه البرتا ولا وات ايفر من الجامعات في مجال، كلهم الريكويرمنت بتاعتكم لما تكون بوست دكتورال فيلوشيب في المختبرات الطبيه طالبين انك تجتاز امتحان المهنه بتاع كندا، لانه السيستم بتاعهم هنا قائم على الحاجات دي في 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 كولابوريشن على مستوى الدوله بين كل الجامعات، فطالبين الحاجه من ضمن الريكويرمنت بتاعتهم. ليه؟ لأن في مرحلة ما أنت بتقابل بيشن، بتملك كويشنير مثلا، بتاخد سبيسيمين معينة بتشتغلها، فأنت محتاج يكون عندك اللايسنس لأنك تشتغل الحاجة دي. فأيجس إن ده السبب أساسي إنه أو حتى إذا كنت عايز تمارس المهنة على أرض البرايفت لاب أو الأكاديميك لاب، فأنت محتاج ليها الحاجة دي. ذات واي إنه سبب أساسي إنه أقوم بالترخيص الكندي يعني، أو السبب الأساسي اللي أنا أبدأ فيه إجراءات ترخيص الكندي للمختبرات الطبية. I guess إنه I answer your question. الحياة دي نادر. Yes، نعم. I answer. أشوف ياسين إذا كان في أي حاجة في الشاتينج أو من الناس المشاركين لو عندهم سؤال، عشان ما نطول عليك الزمن. شكرا. لا تفضل طبعاً. ما شايف أسئلة كده، خلينا أشوف طيب في الفيسبوك إذا في ناس عندهم أسئلة، لكن في الحاضرين أي واحد لو عندهم أسئلة أو مداخل ممكن يستخدم الـ raise hand function وممكن يسأل. سوري أنا فتحت الـ بتاع من عندي الحين. لا مشكلة. دكتورة هبة، I guess إنك والله يعني فتحت انت في الفيسبوك يا علاء؟ ايوه انا في سؤال بيقول انه كيف ممكن الزول يقدم لامتحان مزاوله المهنه الكندي وكيف القى الماتيريال. بالنسبه للامتحان بتاع مزاوله المهنه الكندي، انا ذكرت قبل في بدايه الحديث في اللايف ده، اخذتين الروابط كلها، التقديم له وتقديم اونلاين. لكن احنا كانترناشونال ايديوكيتد بروفيشن بنجي يعني في تراك لازم الناس تتبعه، فالتراك ده فيه مرحلة اسمها الـ PLA اللي هي الـ Prior Learning Assessment، بيتم عن طريقة تقييم شهاداتك الجامعية وشهادات الخبرة بتاعتك، يعني الحياة اللي انت مارستها كمهنة كبروفيشن، فبيقيموهم الاثنين، وبعد كده بيطلعوا لك ريبورت فيه انك تمتحن ولا ناقصك حاجه معينه. من ضمن الخطوات دي انت بتمر بمعادله شهاداتك عن طريق ال WES الكنديان، وبتمر ب CSMLS evaluation للبروفيشنال للبريفيس اكسبيرينس بتاعتك. بالاضافه لحاجه مهمه جدا، طالبين امتحانات اللغه، يعني عندهم في امتحانات اللغة broad options اللي هي من ضمنها الـ IELTS TOEFL أو الـ CAN test اللي هو الـ Canadian test، ده على حسب I guess إنه مقدمة أو جامعة، وفي امتحان اسمه الميلا اللي هو Michener Institute اللي هو ده بيقدم الـ English Language Proficiency Assessment، وده خاص بالـ Healthcare System. فدي لازم كلها تسوف الـ requirements بتاعتهم دي، وبعديها تقدم لي تقدر يطلعوا لك report إنك you can write the exam. أنا شايف الفاتح عبد الله raise his hand. تفضل يا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا دكتور على الدين على المحاضرة القيمة، وشكرا للمحاضرين
منظمين دكتور ياسين ودكتور نادر. أنا السياحة جميلة جدا، يعني أغلب المعلومات ذكرتها، بس عندي استفسار بسيط بالنسبة الكارير بتاعهم. يعني هل هم مثلا لما تقدم للامتحان للكنيديان بقوم مقسمين مثلا لدرجات معينة؟ يعني مثلا إذا أنت MCC holder أو مثلا BSc أو PhD، يعني عندهم عموما، أو عموما السؤال قد يكون حتى في العمل بعدين، يعني هل الحياة دي عندها تقييم هناك معين؟ لأنه مثلا زي ما حسي في الخليج بيكون في موجود التدرج الوظيفي، specialist senior specialist كده في بعض الدول، أو مثلا بتنزل general medical lab. أمريكا برضو نظامها واضح وكده، فيا ريت بس لو عندك الفكرة تفيدنا. شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتور فادي، سؤالك مهم شديد، اللي هو ان انا بعد ما اجلس الامتحان واذا اقيم شهاداتي بالماستر ولا بدكتوراه ولا بغيره، هل ممكن يعني التقييم يختلف؟ التقييم المبدئي اللي انت لما تمتحن، حتى التراك اللي انت اخترته هتمتحن فيه، او اللاين، سواء كان جنرال تكنولوجيست ولا كلينيكال جينيتكس او سايتولوجي او وات ايفر الحاجه اللي اخترتها دي، ففي النهايه بتطلع بالشهاده بتاعته، بس الريبورت بتاعك اللي بيطلع بيكتبوا فيه التقييم بتاعك، سواء كان عندك بي اتش دي ولا ماستر ولا اي واحده من الحاجات زي دي بتتكتب فيه. الحاجه المهمه انه اي بروفنس من الثانيه بيختلف في التدرج الوظيفي بتاعه، فقد تلقى في اللي مسمين سينيور تكنولوجيست، بيبدا من جونيور تكنولوجيست. انت بديت في حاجه مهمه جدا في داخل كندا، كل الناس السبقونا بيعرفوها كويس، انه اللي هي نظام السينيورتي او الكنديان اكسبيرينس، مطالبه في كل حاجه. انت جاي انترناشونال، ايوه عندك اكسبيرينس مقيم اي حاجه، لكن ما بتنزل في سينيورتي سيستم، يعني ما بتنزل طوال انت سينيور، ما لم تكون انت اصلا الجوب اللي انت قدمت ليها هي في مانجيريا، محتاج لمانجيريا سكيلز، وعندك انت اوريدي قدمت ليها ونزلت فيها، فبتبدا تنزل ب جنرال ام ال تي، وبعد كده حسب الاكاديميه وحسب البروفنس. في بروفنس بيقول مثلا ام ال تي 1، ام ال تي 2، ام ال تي 3، وفي بعد البروفنس الثانيه بتقول جونيور سينيور الى اخره، فايت ديبيندز، تعتمد على الحاجه دي. فاللي انت اللي بعدين لما تيجي تكون مقدم، خد في بالك انت عايز اي جهه تمشي عليها، عايز تجي اونتاريو، عايز تمشي مثلا البرتا، عايز تمشي ساسكاتشوان، اي واحده من ديل عندها سيستم معين بيختلف على حسب تقييمهم وتقسيماتهم للحاجات زي دي. دكتور هبه اتفضلي. اتمنى يا دكتور فاتح اكون جاوبتك في الحاجه دي. السلام عليكم دكتور علاء، شكرا على التجربة الجميلة. تجربتك طبعا بتأكد يعني انه الهدف، انت عشان تصل هدفك ده لازم تتعب ولازم تضحي، ودي الحاجة اللي انا دايما بنصح بيها يعني طلابي، واحنا ماشيين على نفس الخطة. يعني النجاح صعب، صعب شديد، يعني ما حاجة انت ما في زول بيكون قاعد في حتته وبيجيه النجاح أو بيجيه بيصلوا الهدف وهو قاعد. يعني في أول حاجة لازم يكون، يعني سواء أنت كباحث ولا يعني كباحث علمي ولا كباحث للمهنة ولا عاوز للتغيير، يعني عاوز تصل للتغيير الأفضل، الحاجة دي بالمناسبة أول حاجة دايرة بلان، لازم يكون عندك خطة واضحة. الخطة دي لازم انت تكون عارف حتصل كيف. 200 دي ابدا ما مشكلة، انا دايما بقول لهم ما مشكلة 200، المهم انك انت تصل كيف. لازم تضحي بملذات الدنيا الجميلة اللي هي انت في غربة، صح؟ حتضحي شوية بانك انت تلاقي اهلك دايما، حتضحي بانك انت ممكن ما تاخد الزمن الكافي من النوم اللي انت بتنومه كل يوم، عيونك دي حتتجدد في اللابتوب عشان تعمل سيرشينج وتفتش. الحاجة دي ما سهلة، فأنا والله يعني بشكرك على التجربة الجميلة والمحاضرة الجميلة دي، بتعمل موتيفيشن للناس يعني إنهم هم يواصلوا لحد ما يصلوا للحاجة اللي عاوزينها. وأنا دايما بقول طريق
العلم ده ما unlimited، حاجة كده ما معروفة وين. أنت كل ما تمشي لقدام بتكون عاوزة المزيد يعني. والليلة لغاية شوية رفعت لي الطاقة حقتي الإيجابية. أنا قبل شوية كنت كاتبة بوست في الفيسبوك، أنا فترت دكتور نادر الله يديه العافية، برضه إداني حاجة إيجابية، لكن أنا فترت بس فترة عن روح يعني. الله سألت إن شاء يكرمك يا الله مع دكتورة هبة، الشيء يديك العافية. وأنا والله الله أتوقع يكرمك، لك والله ما يعني أقدر أزود على كلامك، تسلمي. مكانة، يديك العافية يديك العافية، أتوقع لك مكانة إن شاء الله أحسن وأفضل، وبالتوفيق والنجاح والسداد. شكرا لك كثير. الله يكرمك يا دكتورة هبة والله، وبشكرك كثير على كلامك الطيب، ويعني ما أقدر أزيد عليه. يعني رسالة دكتورة هبة لكل طلابنا اللي درسناه لربوع الجامعات السودانية، يعني سواء كان منهم على مستوى البكالوريوس أو الماجستير أو في أي مكان لاقيناهم. فالرسالة أنا ما أقدر أزود عليها بأي حاجة، لكن هو واضح إنه ما في حاجة بتنال بين يوم وليلة ولا بمجهود بسيط، ما في حاجة بتلقاها بالساهل. فالاجتهاد ثم الاجتهاد والتوكل على الله في الأول والآخر يعني. فشكرا لك يا دكتور هي، وانت من الناس القدوة لينا صراحة في كل المجالات، شفناكم قدامنا، وربنا يوفق كل زملائنا في المختبرات الطبية، الناس اللي سبقونا والناس اللي اتعلمنا منهم، فتحياتنا لهم جميعا. نشوف الأسئلة الثانية دكتور ياسين. دكتور إبراهيم، بالمناسبة مرحب بك، إضافة جميلة في المجموعة هنا، ومن الناس اللي سبقونا هنا في كندا. فبرضو أنا لو في حاجة بقوم بزوغ عليه، وبقوم لو دارس غلي من حاجة بقوم برسلها لك يا دكتور إبراهيم. الله، السلام عليكم. الله عليكم يسلمك. السلام. انا حقيقه شفت اللايف يعني كنت مشغول شويه الليله، لكن ان شاء الله لو في حاجه يعني بقدر اساهم فيها ان شاء الله يعني. الله يكرمك الله يسلمك حبابك والله. الله يسلمك. تفضل دكتور نادر، دكتور ياسين، لو في ناس من الشباب هنا عندهم في اللايف اضافه بتاعت اسئله. ياسين في أي حاجة في الشات؟ حقيقة أنا ما شايف إضافة، يعني ما شايف في أسئلة وكذا. في سؤال مهم برضو يا جماعة، تمام. زي السؤال اللي سأله ده، إنه ممكن أخذ الرخصة الكندية وأنا في السودان ولا ضروري أكون في كندا؟ السؤال ده أنا متأكد إنه بيمر على أذهان كثيرين هنا حاليا في من الشباب، يعني اللي ما قروا الموضوع وما خشوا فيه، وأنت لو قريتوا الروابط اللي رسلناها اللي بتلقوا فيها كل معلومة. لكن الامتحان النهائي للرخصة الكندية أنت لازم تكون متواجد في كندا هنا عشان تمتحنه، ما بيمتحنه من الخارج، فلازم تمتحنه من الداخل هنا. وكونك تقوم بكل الخطوات في الامتحان برضو ده يا جماعة ما بيضمن لك إنك تلقى المقعد أو تلقى الفيزا إنك تيجي تخش تمتحنه هنا. فأنت زي ما أنا ذكرت في آخر سلايد، manage your expectations very important. بس لكن يا دكتور السفارة الكندية غير يعني متواجدة في السودان حسب علمي، يعني عندي أقربائي في كندا إلا مصر، يعني الناس برضو ودي برضو مشكلة، يعني ما زي اليو اس اي يعني الولايات المتحدة في سفارة هنا، لكن الكندية لازم الناس تسافر مصر. يعني هو في حاجة بس مهمة أنا عايز أقولها لك بالنسبة للكنديين والأسئلة اللي خاصة بالإميجريشن، عندهم موقع هجرة بالمناسبة مفصل أي حاجة بكل التفاصيل. يعني اليوم أنا لو عايز أعمل امتحان، مثلا أنا قاعد في خرطوم بحري وقلت خلاص ناوي أمتحن امتحان الرخصة الكندية وبديت الإجراءات وفتشت وفتشت وفتشت، أنت لو جيت مرحلة إنك تصل مرحلة انترفيو لتقدم لفيزا، السفارة الكندية أو الموقع بتاع الهجرة الكندي موضح لك النقاط دي، بإمكانك تحجز وين وتعمل الانترفيو بتاعك وين، والخطوات دي بتاخد كم من الزمن، أي حاجة عندهم موضحة بالحاجة زي دي، يعني هتاخد منك كم من الزمن، هتلقى انترفيو بتاعك سواء كان في أديس أبابا أو في نيروبي أو whatever من السفارات القريبة أو في أنقرة، وين ترسل الجواز بتاعك، يعني هم مسهلين عليك الحاجات دي، لكن أنت كيف تقوم بالخطوات دي؟ السؤال اللي بيتبادر للأذهان، هل أنا إذا بديت الخطوات بتاعت الترخيص الكندي بقدر استوفى كل الشروط حقتنا طالبينها؟ هل الزمن اللي عندي متاح لي لانه انا اطبق الحياه زي دي؟ لازم انت بتبدا تزعل قبل ما تبدا اي حاجه. ف
اي حاجه قابلتك لها علاقه بالاميجريشن موقعهم بتاع الهجره انا حاضيفه بعدين في التعليقات يعني يمكن ما ضفناه لكن هو موجود يعني لاي زول كتب اميجريشن كذا يلقى الموضوع ده موجود فمسهلين على الناس الحاجات دي كلها ما اظن تبقى اشكاليه ليتر اون لو الواحد بقى مرحله انه يتحصل على فيزا او يتحصل على اوراق بتاعت اميجريشن او اي حاجه زي دي فدي خطوات ليتر اون بتبقى مساله سهله اذا انت خشيت الموقع وقريت عنها وفتشت عنها في موقعهم الرسمي اللانجوج ما مشكله يا دكتور مش كده لانه لا بالنسبه للامتحان واحدة من في بعض المقاطعات زي كيوبيك مونتريال بتكون باللغة الفرنسية ما بروبلم يعني من ناحية والله الامتحان ما هو امتحان اللغة في كندا هنا الفرنسية والإنجليزية هي اللغات اللغتين الرسميات بقية معظم المقاطعات بامتحانهم أو الجهة المنظمة regulated bodies بيمتحنوا باللغة الإنجليزية كيبيك بيمتحنوا بالفرنسي ففي كلا الحالتين إذا أنت مقدم تمتحن بالفرنسي أو باللغة الإنجليزية لازم كإنترناشنال إديوكيتد وان جاي تمتحن في كندا لازم تكون عندك اللانجوج بروفيشنسي تيست إنك أنت مباصل حاجة المينيموم سكور اللي هم عايزينه مثلا في الآيلز محتاجين درجات معينة عشان على الأقل يغيموا لك ورقك ولما تيجي تعمل رايتنج للامتحان محتاجين سكور معين محتاجين أكاديميك مثلا باند 7 عشان انت تيجي تمتحن محتاجين توفل اي بي تي 100 عشان تقدر تمتحن او 80 اي جاس بيبر بيز محتاجين 600 اي جاس برضو فا it depends على انك انت امتحنت اي امتحان زي ما ذكرت قبل انه امتحان ميلا إكزام وده برضو ممكن تمتحنه أونلاين الفترة الأخيرة بعد البانديميك دي عمل أونلاين ليتر أون ممكن واحد يوضي عنه فهو ده بيتقدمه هنا إنستيتيوت أفلييتد مع جامعة تورونتو بيقدموا الامتحان ده على إنك أساس إنك كإنترناشنال إدوكيتد وعايز تغيم شغلك الفات وشهاداتك عايز تمتحن الرخصة الكندية فبتحرك الامتحان إذا امتحنوا معهم إذا امتحنتوا مطالبين بسكورس معينة في الفور كاتيجوريز اللي هي السبيكينج الليسنينج والرايتينج والريدينج زي التوفل والآيلتس هي نفسها المطلوبة عايزين برضو باندس معينة أو سكور معين تجيبوا فيهم فاللانجوج مهمة يا نادر لكل زملائنا أو طلابنا البارير ده يا جماعة اكسروه في السودان أنا متأكد إنه أي واحد درس برا بيقول لكم الحاجز بتاع اللغة أكسروه ليش؟ لأنه مهم جدا أي جهة أنت محتاج لها قدام جهز لغتك أنت على الأقل دي بتساعدك في السكيلز بتاعتك السوفت سكيلز كلها مبنية على إنك تتعلم اللغة بتاعت التانيين فأتمنى يعني إنه الحاجة دي تكون وضحت ومهمة جدا ويعني إن شاء الله ربنا يوفق الجميع في حاجة زي دي دكتور مرتضى تفضل آمين سؤال أخير جاء عرضا يعني نختم به إن شاء الله السلام عليكم الفول برايت والبوس جراديويتد هل ممكن تتيح لك إنك تتحصل على الإقامة في أمريكا؟ طيب هو بالرغم إنه سؤال بتاع إميجريشن وأنا توقعت هذه في الإميجريشن دي تكون كثيرة فيهم لكن ده يا جماعة بيحتمد تماماً على الجهة اللي انت ناظر فيها بالمناسبة البوست دكتورال فيلوشيب تعتبر هي وظيفة يعني أكاديمية بيمنح لك اللاب اللي انت شغال فيه أو البروفيسور اللي انت شغال معاه فيعتبر وظيفة الحاجة اللي بتأهلك لإنك تاخد الإميجريشن ستاتس أو الجرين كارد دي بتعتمد تماماً على جهة التوظيف بتاعتك انك تطالب بتغيير الفيزا بتاعتك لانه نحن كفول برايتر لما جينا امريكا جينا بحاجه اسمها جي 1 فيزا اللي هي دي اكسشينج بروجرام فيزا الفيزا دي عندها مده معينه وبتطلب منك انك لما ترجع بلدك تقعد سنتين هناك وتعمل ريزنسي اللي هي باعتبارها سنتين تقعدها في بلدك تفيد بلدك حتى تقدم على فيزا ثانيه وتيجي خش امريكا
الحاجة دي طيب بتتكسر كيف؟ إذا البروفيسور بتاعك قال والله زول ده أنا عايز أعينه معاي ونقير له الفيزا بتاعته من J1 ل H1B اللي هي نفس الفيزا بتاعت الدايفرسيتي بروجرام أو اللوتري، اللي هي تغييرك للفيزا دي later on بياخد زمن على إنها تبقى green card. هي بروسيس، لكن ما أنا ما عايز أقول إنها هي حاجة صعبة، كل حاجة ممكنة، لكن ما easy إنك تعمل الحاجة دي، لأنه الكاتيجوري اللي بيتم فيه تحويل الفيزا دي لما يمشي للإميجريشن سيستم في يونايتد ستيت بيخش بحياة إنك أنت والله البوزيشن اللي أنت حاليا فيه ما في زول أمريكي بيغطيه، أنت الوحيد المتاح له، والخبرة اللي عندك ما عند زول تاني، يعني أنت distinguished، بيسموه distinguished position أو distinguished professor. ف يعني هي ما سهل، لكن محتاجة مجهود. later on إذا تم تحويلها لجرين كارد فبتتيح لك إنك لقدام تاخذ الإميجريشن ستاتس اللي بتدخلك إنك تكون حامل لجنسية أجنبية أو جنسية أمريكية بالخصوص. هي long process actually. شكرا لك. شوف يا قبيل دكتور مرتضى، أيوه راح كان تفضل. دكتور علاء الدين، كيف أخبارك؟ إن شاء الله كويس. شكرا جزيلا على الويبنار الظريف ده. أنا سؤالي عن language proficiency، عن language تحديدا، إنه أنت قلت إنه لازم يكون عندك، هم ذاكرين في الويب سايت بتاعهم في البي ال اي في الريكويرمنتس إنه يكون عندك عشان تعمل البي ال اي يكون عندك 5.5 each. أيوة. وللإكزام ولما تيجي تجلس الامتحان 7. أيوة. أكاديميك أو جنرال. طيب you can اوفر للحاجه دي بانه انت ممكن تعمل ريبورت بتاعك بتاع الويس اللي هو بتعمله في الاول، ترسل رساله من الجامعه انه you were educated in English. في حال زي دي تقريبا ما حيسالوك من الايلتس. طيب الجميل في الموضوع، يمكن دكتور ابراهيم حاليا معانا حضر المناقشات الفتره الاخيره بتاعتنا للشباب الموجودين في كندا هنا وكلهم متخصصين مختبرات، الحاجة العالقة ما بين اللغة في عامل اللغة دي. فتعرف يا مرتضى إنه زمان كانوا بيقبلوا الشهادة اللي بتجي من الجامعة فيها language of instruction، كان اسمها كده. أنا شخصيا مريت بالتجربة دي، يعني أنا عادلت شهادتي في أمريكا كان للدراسة في أمريكا، ولما جيت لكندا هنا عشان للرخصة الكندية كان لازم أمر بنفس الخطوات، وبرضو جيت أرفخت الورقة بتاعت language of instruction طالعة من الجامعة هناك، وإنه الزول ده درس كده 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 باللغة الإنجليزية. الآن السيستم بتاعه متغير، الويس بالمناسبة بيرسلوا خطاب مرفق من ضمن معلوماته إنه ما هم الجهة بتغيم اللغة، بس بيكتبوه في حتة اسمها ريماركس، فبيكتبوا لك في الريماركس والله إنه مرتضى مثلا الأمين درس باللغة الإنجليزية والعربية، فبيكتبوا English and Arabic unless الويس كتبوا only English، كتبوا كلمة only قدام English، وقليل من الجامعات السودانية اللي بتدرس only English. I guess no، لأنه طالما أنت بتدرس كورسات بالعربي سواء كان لغة عربية أو دراسات سودانية أو ثقافة إسلامية فلا بد تدرسهم بالعربي، فهم مضطرين إذا قروا المواد دي في الترانسكريبت بتاعتك اكتبوا English عن عربي. وجود عربي الثانية دي في الريبورت بتقول الناس الويس، أنا شخصيا ناس السيما أنا إذا تعملت لي مشكلة في البي ال اي مع إيميلي مع إيميلي كلوزكي، طيب اللي هي بتراسلهم بتقول لهم والله الحاصل كده كده، فبقول لك لا إنه والله تكتب ويطلعوا لك الريبورت انه تو رايت اور نوت تو رايت، او انك ريفريشر كورس محتاج ليها عشان تمشي لمرحله بعديه تحت الامتحان. فانت لو من الاول اخترت الموضوع ده وعملت السكور المطلوب منك سواء كان في الميلا او التوفل او الايلت بتريح نفسك وبتريحهم. وزي ما قلت يعني اللي بقيت يعني في سوق
يا دكتور علاء الدين الصوت منك كعب ما عارف عندي انا بس ولا عند باقي الشباب اللي هو لو ما عندك سوفت بتلقى نفس الميلات. طيب دكتور نادر سامي واضح كده؟ اعيد الصوت لانه زي شبكتك شايفه سرب بيقول الهندس كانت ايوه كانت طشه طيوه يا دكتور عيد الكلام الاخير يا دكتور علاء والمراسلات اللي بتتم ما بيننا هنا وبين اخر نقطه اللي هي بين السي اس ام ال اس فبيذكروا لنا انه اللانجوج بروفيشنسي اللي جاي من السودان اذا كان التقييم بتاعك في الويست مكتوب فيه انجلش اند عربيك طالما موجود على عربي كتير طوالي بيطلبوا منك لانجوج بروفيشنسي. فانا بقول نصيحتي تكسر الشر تكسر المشوار جهز بالمناسبة بيساعدك الإنجليزية تجهيز التوفل أو الميلا هذا إذا جزء من السوفت المطلق كمعاد هنا أنت محتاج ليها بالمناسبة. والله إحنا في عز الحوجة لأنه السوفت سكيلز بتاعتنا في السودان تكاد تكون نقول بداية بنية إحنا متعامل أي حاجة ماخذينها بسلاسة ماخذينها هنا ما في الحاجة دي بأي كلمة لها مدلول معين بأي حاجة رياكشن لو رياكشن معين. فالحاجة دي مهمة يا جماعة أتمنى يعني يكون وصلت من وجهة نظرك يا دكتور علاء إنه يعني أنا لازم أعمل العمل الآيلتس يا آيلتس يا مرتضى أو ميلا إكزام اللي هو ميتشنر إكزام فور لانجويج أسسمنت وأنا أنصحك بده لأنه هو في الهيلث كير سيستم وليتر أون يعني ممكن أقدم لك شو نصائح بهاي زي دي ليتر هرسلك معلومات تواصل لأنه ده من الامتحانات اللي هي مطلوبة هنا لأن يعني هو الأفضل أي جس إنه هو الأسهل لأي واحد هو هيلث كير سيستم ده different من السلبيب أيوة different منهم داك ديل ديل ديلك ديلك لأنهم بيعتمدوا على حياة معينة لكن ده كله فيكون في الهيلث كير يعني related للهيلث كير يعني كل التوبيك حقته سواء كان listening ولا reading ولا writing وكلها أو حتى الانترفيو والspeaking كلها في الهيلث كير topics. أنا عايز أقول للناس هناك الموجودين في السودان ولا عايزين يمتحنوا الحاجة دي كويس أخونا عمرو فيهم معلومات كثيرة جدا الموضوع الأول والآخر موضوع اللغة يا جماعة هكرره تاني أنا الآيلتس أو التوفل كثيرة جدا الأبواب دي أبواب عشان أبواب الفرص اللي يمكن تلقاها كبوزيشن برا غير انه بيساعدك في انك تنمي الكوميونيكيشن سكيلز والسوفت سكيلز بتاعتك فدي حاجه مهمه جدا وما تخلوها تكون هي البارير اللي قدامكم خلوها دائما تكون فاسيليتيتر لخطوات كثيره جدا في حياتكم بتسهل عليكم بس انك مجرد انك امتحنتها او باصيتها ان شاء الله تكون كده المعلومه وصلت يا دكتور مرتضى اي تمام كتر خيرك تسلم كثير جزاك الله خير يا دكتور علاء اوكي تمام في دكتور احمد برضو احمد كوبا عنده سؤال في يده تفضل يا تفضل دكتور السلام عليكم يا دكتور علاء بس على دكتور من الامتحان بتاع الايلتس اذا كان هو بيرمنان يعني ولا بس على اذا كان الامتحان بيرمننت ولا يعني عنده ليميت معين
طيب معظم الامتحانات يا احمد بتاعت اللانجوج بروفيشنسي دي عندها اكسبيريشن ليميت اللي هي معظمها سنتين، حتى الميلا سواء كان الايلتس او التوفا وغيره كلهم عندهم ليميت بتاع 2 years اكسبيريشن. فانت اذا منشن على 2022 كويس، امتحنوا بنهاية 21، جهز نفسك انك تمتحنوا بنهاية 21. ليه؟ فدي حاجة مهمة، والحاجة دي انا شخصيا من تجربتي يعني انا التوفل بتاعي كان بيخلص 2016، امتحنته 2014 او حاجة زي دي. later on لما جيت امتحن امتحان تاني كان علي لازم امتحن امتحان بتاع الانجلاني، بس ما بيقدر اي امتحان، يقول هو الامر ساهل ومسال موجودة في الويب سايت بينصحوك بانك تقرا من شنو، او المراجع موجوده كاتبينها في الرخصه اللي ما جاوبت على سؤالك بين الماتيريال هي نفسها الماتيريال بتاعت الاي سي سي بي، اضيف عليها بس السيتولوجي والهيستوباثولوجي يعني موجود جوا الامتحان بتاعه يعني ما مفصول بينهم. احمد الجيلي تفضل. ايوه السلام عليكم ورحمه الله، جزاكم الله خير على المحاضره. السلام عليكم. استفساري عن انه اذا انا كان طالب سوداني وعملت ماجستير في السودان وناوي اخذ انترنشيب في واحده من الريسيرش لابس الموجوده في امريكا، فهل الحاجه دي ممكنه نمره واحد؟ الحاجه الثانيه كيف انا بقدر اتحصل عليها؟ الحاجه الثالثه هل هي اسهل من حصولي على يعني على فرصه بتاعه بي اتش دي؟ يعني بالنسبه لي انا اسهل انه القى انترنشيب مما القى بي اتش دي بوزيشنز في امريكا. الحاجه الرابعه انه بيتم كيف يعني، هل اتواصل مع يعني لاب ليدرز هناك ولا مع الجامعة ولا الفكرة حتكون شنو؟ وجزاك الله خير. جزاك الله خير يا أحمد. طيب سؤالك مهم جدا لأي واحد طموح عايز يقدم على internship ولا fellowship ولا scholarship. يعني مع النصيحة الأولانية والأخيرة، التواصل ما بينك وبين البروفيسورز داخل الجامعات الأمريكية مربط الفرس بالمناسبة. كويس، انا بعرف زملاء كانوا مقدمين معانا في فول برايت، وبسبب انهم يعني كان في السنه دي كانوا جايين ريسيرش از ريسيرشر فيزيتنج ريسيرشر لمده سنه، وبسبب تواصلهم مع بروفيسورز في جامعات امريكيه لقوا فرصه بتاع بي اتش دي في اعرق الجامعات في اجمل الجامعات. الكلام اللي عايز اقول لك يا احمد انه إذا عايز internship أيوة ممكنة، وإذا عايز فرصة بتاعت ماستر موجودة، إذا فرصة بتاعت PhD في ناس كتيرين متخيلين الحياة دي ما موجودة في السودان، لا موجودة والله. PhD والماستر والinternship والفيلوشيب كلهم متاحين، لكن هل أنت عندك الديديكيشن ده إنك تقعد وتفتش على دكاترة معينة وتراسلهم هم مباشرة؟ والله يا دكتور فلان أنا انترس في الشغل بتاعك، دي الطريقة اللي أنت عايز مفترض تقوم بيها. أنا interested في الشغل الفلاني دي، أنا عايز أشتغل في الحاجة الفلانية دي، وري قدر كيف أنت passionate أنك تشتغل الحاجة دي. دي الطريقة الأساسية أنك how to expose yourself to them، وكيف توصل لأنه أنك أنت قدر شنو شغوف بالحاجة دي أو طموح في أنك تواصل فيها وعملت فيها قبل كده شنو. ففرصة الماجستير موجودة، فرصة الجسد الانترنشيب لمدة الشهر والشهرين والستة شهور والسنة موجودة، البي اتش دي موجودة، البوس دكتورال فيلوشيب موجودة، التدريب بصورة عامة الاوبزرفيشن شيب موجودة، كل حاجة دي موجودة. لكن يطلعوا بروجرامز يعلنوها للشباب السوداني الموجودين هناك في الخرطوم. والله جامعات كده، في جامعات بتجيب نفسها داخل السودان وبتعمل زي ميني وركشوب، يعملوا عايزين احنا طلاب يقدموا لينا ويعملوا حاجات زي دي. الحاجة دي ابدا ما تستصعبوها. خطواتك الاتي بكل بساطة، افتح الجامعة
شوف الريكويرمنت الادميشن اوفيس بتاعهم الريكويرمنت بتاعتهم في الفاكولتي الفلانيه او للكوليدج الفلانيه دايرين شنو 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 هل الحاجات دي عندك ولا لا اذا ما عندك انا عندي شنو من الزمن بكفيني عشان اجهزها ببساطه الموضوع ده جهز الحاجات دي وقدم التقديم الاولاني ده بيقبلوك بيه لكن زي ما قلت لك مربط الفرس انك تتواصل مع التي اللاب تيم ريدرز او البي اي داخل اللاب او البروفيسورز داخل الجامعات كل حاجه بتحليك انك تلقى بوزيشن وما مساله صعبه مساله سهله الى حد ما زي ما قال الدكتور هبه قبيل ما في حاجه تجيب الساحل لا اجتهاد داري انك تخصص لها الزمن تكتب ليست تكتب يور جولز مانج يور اكسبكتيشن انا بكرر الحاجه دي اتمنى يكون واضح لك يا احمد جزاك الله خير الله يكرمك يا نادر سؤال اخير شايف واحده بتسال عن الاي اس بي اي هل الاي اس بي اي ممكن انه يكون يغنيك عن مزاوله المهنه بالنسبه للرخصه الكنديه شايفه سالت تحت في الفيس يعني سؤال بسيط أي جدا الكنديين عندهم سيستم منفرد بيحبوا حاجاتهم صراحة يعني زي ما الأمريكان بيحبوا حاجاتهم منفردين بيديك بونس لكن ما بيقنيك عن امتحان مزاولة المهنة ليش؟ لسبب بسيط داخل الهيلث كير سيستم الكندي في اختلافات بين وبين الهيلث كير سيستم الموجود في أمريكا بالرغم من الممارسة واحد يعني لكن اتليست مثلا اقول شنو في النورمال رينج والانترفلز حتى السيستم المستخدم في كندا قاعد يختلف اختلاف بسيط من الحاجات الاكسبريس في الامريكان سيستم فهم طالبين امتحانه ما بيغنيك تمام يعني بيديك بونص بالمناسبه لما تجي تعادل أو تمتحن لشهادة قد يغنيك من خطوات كثيرة لكن ما يغنيك من أنك تمتحن امتحان CCMLS امتحان ACCB الأمريكان سوسيتي كلينيكال باثولوجي ما يغنيك من CCMLS شكرا نتفضل ياسين اختم المجلس أو لو هي قصة إنه ياسين ذاته هو لفت بصورة ما لكن ممكن أوكي مرات عنده عدم استابيليتي بقت مشكلة حالة عامة شكرا لك يا دكتور علاء الله يبارك فيك ونحن بنعتبر إنه ده ما أول لقاء ولا آخر يعني نعتبره إنه آخر لقاء إنما لقاء متجدد طبعا ما حبينا نخش معاك في تفاصيل how research current research in Colorado والناس شغاله بالضبط في شغل الشغل زي ما انت متركز على شغل السيكل سيل السيكل سيل انيميا فلاحقا ان شاء الله يعني يكون عندنا معاك طبي خاص في what currently you do in research بالنسبه للاس ال اي what the expectation بتاعك في الريزلت تكون fruitful في عمليه التريتمنت باذن الله يعني وعايزين عن الشكر واخدنا من زمنك ويعني احنا حصرنا قلنا ساعه لكن طبعا زي ما قلت لك يعني الناس بتستطرد ومرات بيكون في ريبيتيشن لكن في النهايه للفائده العامه على اساس انه كل الناس نكون ما حجزناه فتحنا لا الباب ومشكور جزيلا وكثر الف خيرك وان شاء الله في لقاء اخر الله يكرمكم معنى اللقاء لتطوير المهنه وبالله التوفيق وشكرا لك كثير شكرا جزيلا لكم جميعا وتمنياتي بالتوفيق لكل زملائنا ولكل طلبتنا ولكل شكرنا للناس السبقونا والناس الجايين بعدنا شدوا حيلكم المهنة راجعة منكم كثير وإن شاء الله ما يكون اللقاء الأول في لنا لقاءات كثيرة حنتكلم عن حاجات more in details في البحوث في مختبرات طبية وحنستضيف ناس تانيين إن شاء الله موجودين معنا هنا في نورث أمريكا سواء كان في كندا أو في يو اس وبالله التوفيق إن شاء الله جزاكم الله خير سلام عليكم